السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت السيد أبو شاهر الكائن في مدينة إربد. اليوم هو الثلاثاء الموافق 19/6/2007، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية، والجهة المسؤولة عنه فلسطين في الذاكرة بالستاير remember.com. يجري هذه المقابلة سعيد عجاوي. عمي أبو شاهر، أسئلة هذه المقابلة تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف لتكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأهالي القرية قبل النكبة، والقسم الثاني يهدف لتكوين صورة عن معاناة سكان القرية خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة وفي مناف اللجوء والشتات. وبداية هذا اللقاء، عمي أبو شاهر، تعرفنا على اسمك من أربع مقاطع. أنا؟ نعم. اسمي حمود موسى إبراهيم حمد. حمود موسى إبراهيم حمد. نعم. تاريخ ميلادك؟ 1933. 1933. مكان ولادتك؟ ولادتي بلحمة. بلحمة. إذا ألحمة سدور هاي؟ هاي خربة. خربة. جاي الشمال ناصر الدين. وسط المرج. وسط المرج. اللي هو مرج الكليب. نعم. طيب اسم والدك من أربع مقاطع؟ اسم والدي موسى إبراهيم حمد. موسى إبراهيم حمد. إيش الرابع من اسمه؟ آخر العشيرة هي أم العشيرة الدلكي. الدلكي. نعم. اسم والدتك؟ والدتي بتلة أسعد. بتلة؟ أسعد. بتلة أسعد. نعم. عمي أبو شاهر، هل توافق على إجراء هذه المقابلة بإرادتك الكاملة وأن تشارك بمعلومات كما تسعفك الذاكرة؟ يعني هل توافق على إجراء أنا شارك إنه كلام يعني. نعم. كيف نزحنا يعني؟ نعم، هذا هو اللي إحنا راح يعني. بس هذه. نعم. نعم. إنه كيف صار بها يعني؟ نعم نعم نعم، فهمت عليه. طيب أنا راح يعني أسئلتي معك عمي أبو شاهر راح أتكلم فيها عن الحمى أو حمى سدور اللي أنت كنت موجود فيها الخربة، وراح أتطرق أيضا لقرية ناصر الدين في بعض الأسئلة للمكان. سكان سدور اللي هم حمى سدور اللي أنتوا كنتوا عايشين فيها، قديش كانوا تقريبا يعني عدد سكانهم عام النكبة عام 48؟ إكلال يعني حوالي نقول 400 نفر. 400 شخص. 500 نفر يعني في الحمى. نعم. مفرقين احنا يعني. مفرقين. وطبعا أنتوا كان عندكم بيوت ولا؟ عندنا دور. دور. مخازن للقمح. نعم. للتبن. نعم. للعدس، للفول. نعم. يعني مشان البضار يعني. نعم. يعني عايشين احنا. يعني كان عندكم مخازن. ايه. طب ومكان سكنكم انتم كنت وين؟ في البيوت الشعر؟ احنا نفس القرية. نفس القرية. نفس القرية. نفس الحمام. نفس القرية. طيب الله، البيوت الشعر للغنم مشان. للغنم. للغنم مشان المشان. ايوه. بس ولا احنا عندنا دور ويعني مخازن للهبل القمح لنا. نعم. طيب انتوا اداريا لانه مدينه كنتوا تتبعوا في فلسطين؟ احنا نتبع صمخ وطبريه. طبريه وصمخ. نعم. طب طبريه قديش كانت المسافه بينكم وبينها تقريبا؟ يعني شو بتبعد عنكم طبريه؟ حوالي يعني 8 كيلو. حوالي 8 كيلو. بانو جهه طبريه بالنسبه لكم؟ شمالكم جنوبكم؟ لا احنا هم بالارض المحتفظه. يعني برض المحتفظه واحنا برض المحتليه. هم كانوا شمالكم يعني؟ لا احنا يعني يعني طبريه للجنوب. انتوا جنوب طبريه. جنوب طبريه. نعم نعم. جنوب طبريه للغرب. للغرب. نعم للغرب نوعا ما. طب لو سالتك انا الان عن طبيعه الارض اللي كانت يعني موجوده فيها القريه او الخربه، خربه السدر، خربه سدورها او الحمى. سدورها. اللي هي ناصر الدين، اللي قريبه من ناصر الدين. الأرض اللي أنتوا كنتوا عايشين فيها كيف كانت طبيعتها يعني تضاريسها؟ هل كانت أرض وعر ولا لا جبلية؟ أرض مرج سهل. سهل. كويسة. تزرع يعني. تغرز بيها ليمون، تغرز بيها كل شيء فيها. نعم. إذا كانت أرض سهلة. سهلة. غنية بالفول، غنية بالحمص، غنية بالزيتون. نعم. كل شيء. طب شط حيف، شط طبرية كان قريب لكم؟ شط طبرية؟ بأرضنا. في أرضكم. قديش كان بيبعد عنكم تقريبا؟ أرضنا من سمخ وطبرية 12 كيلو للمرج. نعم. يعني أرضنا تربط سمخ طبرية. نعم. اللي أرض هي بين سمخ وطبرية 12 كيلو. نعم. ال 12 كيلو أرضنا هذه. هاي كلها للدلاكة. للدلاكة. تم ناجم مغرب
تربط برض علم. نعم. وتربط برض الحدثة. برض علم والحدث نعم. وتربط برض مين معضر. نعم. وتربط بكفر سبت وبلوبيا وبحطين. نعم. أرضنا. المرج كبير لأنه. نعم. طيب أنتوا البيت اللي كنتوا بتسكنوه المكان اللي كنتوا تعيشوا فيه وتناموا فيه قديش بيبعد عن كل البحر أو المي مي الطبرية؟ مي الطبرية تبعد إن حوالي 5 كيلو. 5 كيلو. وكنتوا تروحوا عليها؟ نروح عليها. وتصيدوا سمك وتسبحوا؟ ونسبح هناك كل شيء. نعم نعم. سبحان الله. طيب الآن أنا بدي أسألك عمي أبو شاهر عن الخربة اللي أنتوا كنتوا عايشين فيها اللي هي مش بعيدة عن نصر الدين حوالي 3 كيلو. هل كان في حواليكم أودي بتحيط في هاي الخربة؟ كيف؟ أودي وديان يعني. في. إلها أسماء هاي الوديان؟ إلها أسماء. أعطيني أسماء هاي الأودي اللي كانت موجودة. إذا حافظ منها هاي. حافظ. نعم. يجي وادي الفجاس، هذا وادي بمية. وادي الفجاس. وادي الفجاس. وين هذا بالنسبة لكم؟ هذا برضنا يعني. برضكم من أنو جهة؟ اللي إحنا بها. من أنو جهة كان؟ من الجهة الجنوبية. من الجهة الجنوبية. يعني هذا الوادي كان بينكم بين نصر الدين؟ هذا بيننا وبين القرية اللي احنا بيها. القرية اللي هنا صدور الحمى حمى كليب. هذه هي بيها. هذا الوادي. الوادي. وهذا الفجاس. هذا فيه مي فيه زور يقول لي زور خديجة. فجاس. هذا المي على مدار العام موجودة فيه؟ مية زي صيف شتاء؟ لا قيض شتاء. صيف شتاء موجود؟ قيض شتاء موجود بيها. طب هذا الوادي كيف كان اتجاهه؟ شمال شرق غرب؟ هذا يجي يا سيدي من المغرب ينزل وين؟ ينزل على البحر. على طبرية؟ لا مش على طبرية، ينزل على سمخ. على سمخ. يعني يجي بالغرب ويتجه للجنوب. ايوه. طب هذا يجي نص المرج وذا ناجم للجبل وعاودي يشرق. طب انتوا لما كنتوا تروحوا تمروا على نصر الدين تطلعوا من حمص دور من الحمى المنطقة اللي انتوا عايشين فيها. كنت تمروا على هذا الوادي؟ لا الوادي من جنوب نحن نروح عليه يعني هذه محمية إنا يعني أرض. ولا بعد ناصر الدين هو هذا؟ هذا بعد القرية للجنوب. بعد ناصر الدين قصدك؟ إحنا مش من ناصر الدين وياك. إحنا من للجنوب هذا اللي يقولك عنه. طب أنتوا يعني خربة الحمى عمي حمى جذور. أنتوا موجودين بين ناصر الدين وطبرية مزبوط؟ أيوة. طب هذا الوادي وين كان يمر؟ بينكو ولا؟ لا من جنوبنا. من جنوبكم؟ من جنوب. معناه كان يفصل بينكم وبين خربة ناصر الدين؟ لا ما يفصل. يفصل بيه وادي ثاني. في وادي ثاني. طب شو اسم الوادي الثاني؟ الوادي هذا يقول له وادي مصطفى. وادي مصطفى. مصطفى. هذا من أنو جهة كان بالنسبة لكم وادي مصطفى؟ هذا للشمال. شمالكم. هذا الشمال. من الشمال. هل هناك أودي أخرى؟ في منطقة هذه يقول لها اسمها يعني الحي اللي بيها هذه المنطقة اللي بيها منطقة يقول لها شرطة المصطرح يعني كل اللي يود يسوي قروع على الطبرية يتريح تحت هذه بيها هناك شجر يقول لها شجرة المصطرح. شجرة المصطرح. بس مش وادي هذا. لا مش وادي هاي يعني مثل ما تقول زي جنينة تتريح الناس بيها شجر وبيها. وين هاي موجودة بالنسبة لكم؟ موجودة بين نصر الدين وبين قريتنا. بينك وبين نصر الدين. وهي يعني أرض سهلة وفيها شجر. سهلة مرج. والناس يجلسوا تحتها يصطدموا. تحتها يتريحوا. يقول لك جرت المصطرح يعني. أيوة. طيب هذا وادي مصطفى. كان في مياه على مدار العام ولا في الشتاء؟ لا ما في مياه هذا. في الشتاء. لا بس بالشتاء. بالشتاء. وادي كبير يعني. نعم. طيب بدي ارجع لخربه الحمى حمى صدور عمي. انتوا الدلايكه كنتوا قريبين من ناصر الدين الدلايكه انت قلت لي انه بس انا احنا يعني كم فخده اللي ناكل اللي احنا بيها بس احنا بعدنا عشيره ثانيه اسمها قديش. لقديش وين موجوده هاي؟ هاي موجوده يعني قريبه على البحر حوالي 2 كيلو هاي اقرب للقرب اقرب للبحر. طب خليني اخذ انا واحدة القديش. هاي يعني زي خربة اسمها خربة القديش. موجودة فخذ من فخذكم موجود. موجود هناك فخذة من فخذتنا. طيب وغيره عائلات أخرى أفخاد أخرى. وفخذ ما قلت لك على البحر. شو اسمها؟ البحر قرية هناك اسمها البحر. اسمها البحر. مين اللي كان ساكن فيها هاي البحر؟ من جماعتنا. دلايك. دلايك. لهم اسم معين؟ لهم أرض هناك. شو لهم اسم معين؟ شو اسمهم؟ أقول لها البحر. خربة البحر.
خربة البحر. طيب غيره؟ في أسماء عائلات أخرى أو أماكن أخرى خرب؟ في عائلة بسرجونيا. شو اسمها؟ في فخدات من جماعتنا بسرجونيا. سرجونيا. نعم سرجونيا. سرجونيا هاي وين جاي بالضبط؟ هاي تجي للغرب للشمال عن قريتنا. غرب شمال. آه. يعني مش قريبة للمنارة. لا هذه غرب المنارة. المنارة أقرب علينا احنا. أقرب عليكم. آه. اسمها سرجونيا. برضو هاي اللي بيعيشوا فيها دلايكة؟ آه فيها دلايكة. دلايكة. طب انتوا دلايكة. آه. لكن شو اسم عائلتكم؟ دلايكة هي هذا العشيرة. فخدكم شو اسمه؟ فخدته؟ اه الموسى. انتوا الموسى؟ لا احنا الحمد. الحمد. آه. ايوه واللي كانوا عايشين بسرجونيا اسمهم الموسى. الموسى. واللي بالبحر؟ البحر الشبلي. الشبلي. والقديش؟ قديش السهو. السهو؟ السهو. طيب ضل في اماكن اخرى خراب اخرى غير القديش والبحر وسرجونيا؟ نصر الدين بعد فخدات ثانية. في بنصر الدين نفسها؟ اه نفسها. مين كان من الجاسم؟ الجاسم. وانتوا اسم منطقتكم اللي هي سدور. سدور. حمى سدور. كنتوا عايشين فيها اللي هو فخد حمد. يعني هاي صار عندي 2 4 5. وفي خربة إن يعني كبيرة. شو اسمها؟ هاي اسمها بيت جن. هذه خرجنا منها لأنه حيطوها الكبانيات. ايوه بيت جن. بيت جن اسمها. هي أيوة. اصلها كلها كنا بيها احنا، لكن لما صارت الكبانيات زودت علينا. وين هاي بالنسبة لنصر؟ للغرب، هذه غرب السور. غربكم انتم؟ غرب هذا. بيت جن. بيت جن. اللي كانوا فيها برضو جماعة حمد كانوا فيها. جماعة حمد. أيوه. وعيسى. وعيسى. نعم. طيب الآن بدي أسألك بشوف ذاكرتك عمي أبو شاهر. الخرب اللي أنتوا كنتوا بتسكنوها بدي أخذ حدودها من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب. بأكد. طيب خربة حمص دور اللي إحنا بنفترض نعتبرها من ناصر الدين. حمص دور من جهة الشمال شو بحدها؟ شمالكم. من الشمال. حد اللوابنة، ارض اللوابنة. اللوابنة اللي هم لوبيا. ارض حد لوبيا وحد الطبري. نعم. طب طبرية نفسها. ما بتحدكم من الشمال؟ بتحدكم من الشمال. احنا غرب، يعني غرب طبرية شوي، غرب جنوب طبرية. احنا احنا للغرب للجنوب. للجنوب. نعم. طب من شرقكم شو كان موجود انتم شرقكم غير البحر؟ البحر بس. ومن الجنوب. العبيدية. من الجنوب العبيدية. ونصر الدين برضو من جنوبكم. نصر الدين؟ لا نصر الدين من الشمال تحدنا. لا احنا بال احنا وين؟ احنا بسدور الحمى. يعني قصدي هسه انتوا قلت لي انتوا موجودين في المنطقه اللي بين ناصر الدين وبين طبريه. انتوا هون. هاي ناصر الدين. العبيديه لسه لتحت. العبيديه والمنشيه. لا. يعني هسه انو اقرب لكم انتوا، العبيديه والمنشيه ولا ناصر الدين؟ لا ناصر الدين. ناصر الدين اقرب لكم. اقرب. اذا هم في المنطقه. ناصر الدين تيجي من الشمال. من الشمال واحنا من الجنوب. انتوا جنوب ناصر للغرب. الدين. طب هيك صارت طبريه. يعني اذا بدك تروح على طبرية لازم تمر على ناصر الدين. لازم تمر على الطريق عليها. الطريق عليها. معناها ليش ما اقول لك انا قريب علينا؟ لانه لما صار الحرب كل انجمعت العشائر بها. لحظه شوي، يعني خلينا نحدد الموقع بالضبط. انتوا جايين جنوب ناصر الدين. جنوب ناصر الدين. يعني ناصر الدين بينك وبين طبرية موجودة. يعني معناها ناصر الدين والمنارة. والمنارة بعد هذولا الشفيان جنبها. حتى تصلوا طبريه لازم تمروا عنهم هذول التنتين. لا على المناره ما نمر. ما تمروش يعني. تمروا من شرقها شوي. من غربها. او من غربها. من غربها نمرق على جرت المصطلح. ايوه هي بها هي الراحه. نعم نعم نعم. ايوه معناه انتم من جهه الشمال نقدر نقول خربه ناصر الدين بتحدكم من الشمال. انتم خربه ناصر الدين بتحدكم من الشمال. من الشمال. ومن الجنوب اللي هو العبيديه والمنشيه. العبودية؟ العبودية والمنشية من قبليكم. لا ما في منشية، بيها العبودية بس.
لا في ثنتين، في هي العبيديه والمنشيه نفس الشيء. المنشيه منشيه صح. هذا شو هالجديد؟ ها فيها ايوه صح والله صادق. مزبوط. ها جديد انبنى بها المنشيه. فسميت المنشيه. بدل في عرس بدل في الجاس هذه. ومن الغرب عندكم كفر سبت وكفر كما و كفر كما. نعم. ومعذر وشعاره. نعم نعم. والشجره نعم. واللوبيا. عندنا من هاي من جهه الغرب. من المغرب. من المغرب. طب انا الان بدي اسالك عمي ابو شاهر عن المستوطنات اللي كانت حواليكو. شو كانت اقرب مستوطنه لكم انتو؟ كانت اول ما جم بين المستوطنات بين القرى. انا شو سوينا احنا؟ قطعنا الميه عليكم. نعم. تفضل. ايوه تاهل. جم الناس صاروا هذا الحكي بال اسمعهم يقولوا مو مجرد يقولوا قطعنا الميه عليهم على الود. رحلت هالكوبانيات من بيننا رحلوا نزموا. انتوا قطعتوا المي عليهم؟ قطعنا المي وخدم الغنم منهم وخربوا من الكوبانيات لهم. نزموا اليهود. تتذكر اسماء الكوبانيات هاي شو اسماها اللي هربوا؟ شو اسمهم؟ في كوبانيه اسمها سرجونيا. سرجونيا. هاي وين جاي بالنسبه لكم؟ شمال وجنوب؟ جاي يا سيدي غربي نصر الدين. غربي نصر الدين مزبوط. حوالي بثلاثة كيلو. هاي كوبانية اسمها سرجونيا. سرجونيا. وكان في خربة. وفي خربة اسمها سرجونيا. ها وفي خربة عرب. عرب. أيوة. يعني في خربة بين نصر الدين. أيوة. وبين الخربة. نعم. سرجونيا. مشان إيش يتعامل مواصلات عليها. نعم. شايف كيف؟ أيوة. أنا خربوا من المي عليهم قطع من الكهرباء عنهم. وكان. طب عمي ابو شاهر لغايه عام النكبه عام 48 شو المستوطنات اللي كانت حواليكو؟ حافظ اسماء مستوطنات؟ حتى مستوطنات وين؟ لوبيا. بين لوبيا وبيننا حتى واحده اسمها لوبيا. ايوه بينكم وبين لوبيا. سموها لوبيا؟ سموها لوبيا اسم لوبيا. ايوه مين كان مختارها في ذلك الوقت هاي المستوطنه؟ من مختار المستوطنه؟ كان لها مختار يهودي بتتذكر اسمه؟ ولا ما بتعرفوا؟ لا والله ما اعرف. ما بتعرفوا. طيب بما انه هاي المستوطنه اللي طيب بشماليكو جنوبيكو عفوا كان في مستوطنات كثيره في منطقه العبيديه ولا وفي مستوطنه وين؟ كانت بريه. هذه نزمت. وين كانت هاي بالنسبه لكم؟ غرب بريه. بريه اللي هي شو اسمها بريه؟ بريه هاي قريه؟ قريه عربيه هذه. بالنسبه لكم وين كانت؟ يعني شرقيكو وشماليكو؟ من جمعتنا هذه. وين كانت؟ في أنو منطقة بالنسبة لكم؟ من أنو جهة بالنسبة لحمى السدري؟ للجنوب الحمى. جنوب بعد. ها قريبة لسمخ يعني؟ قريبة على سمخ. البرية يقول لك. طب شو اسمها؟ حتى مستعمرة بيننا وبينها. شو اسمها المستعمرة هاي؟ المستعمرة اسمها الطيارة. الطيارة. وبرضه هاي بعيدة قريبة. وفي مستعمرة ثانية اسمها الأليموت. لا؟ الأليموت. الأليموت. طب هذول حافظ مخاتيرهم المستوطنات؟ في واحد اسمه مناويل يهودي. مناويل لانه مختار. انه مختار هذا المستوطنة اللي نزمت. شو اسمها؟ اسمها بوريه. بوريه. حطوها بينها سموها بوريه. طب بوريه قديش بعيده عنكم كانت تقريبا هاي بوريه؟ تبعد عنا حوالي عنا 4 كيلو. 4 كيلو. مستعمرة. هذه نزمت. هاي انهزمت. المستعمرة. هاي نزمت متى؟ بانو سنة؟ قطعنا المية عنا. بانو سنة انهزمت؟ بالثلاثينات يعني ولا يعني بداية الأربعينات؟ بال37. يسولفهم يعني اللي اكبر منه. اللي كانوا اكبر منا. يسولفهم انه هذه هججناها يعني هزمت. نعم. طيب الان بدي اسالك انا عن علاقتكم بما انه كان في حواليكم مستعمرات ومستوطنات عمي ابو شاهر. كيف كانت العلاقات الاجتماعيه بين الخرب هاي خربه حمى السدر او الزدود؟ الزدوره. كيف كانت العلاقات الاجتماعيه بينكم وبين هاي المستوطنات؟ هل كان في علاقات مثلا مع المستوطنين مثلا قبل الحرب هذا؟ يعني قبل ما تجل قبل ما يصير احتلال وقبل ما يصير حروب، هل كانت في علاقات اجتماعيه وزيارات؟ كان في علاقات. عشان يلبسوا مشهور عقل زينا زي كل الاولى يعني الكبار. نعم. الاكبر مني. أيوه. يلبسوا عقل وينسبونا يعني لما يصير عرس هم يجمع علينا ونروح عليهم. ايوه. وكانت العلاقات ودية، ما كانتش في علاقات عدائية. لا ما كانت عدائية. أيوة. نعم. يقولهم يعني أنا كنت صغير. مزبوط. طيب هل كان في هناك تعاون تجاري وزراعي بينكم وبينهم مثلا؟ هالخرب اللي كانت موجودة كانوا مثلا
يبيعوا ويشتروا منهم وكذا. كانوا يوم يفتح دكاكين زيهم زي المسيحيين عندنا. ايوه حاليا نعم. كانوا يفتح دكاكين تشتري الناس منهم تسوق الناس منهم. نعم هم نعم. يسوقوا منا. نعم يشتروا غنم وبيض. نعم. يعني كنا حالة واحدة يعني. طب انت شخصيا ما كنتش تعرف ولا واحد من الصغار من اللي جيلك مثلا، اسماء من اليهود مثلا او المستوطنين، هل كنت تعرف احد منهم من اليهود يعني؟ في واحد يهودي اسمه يوم انه هجمونا على نصر الدين اسمه موسى كوهن. موسى كوهن هذا اكبر منك سنا؟ لا يعني كبير، هذا اكبر مني كبير يعني صغير كبير يعني واحد عمره من فوق 70-60 سنة. مش صديقك. لما جمعهم القرية نصر قديش بدهم يطخوهم. مين اللي بده يطخ مين؟ اليهود، مش نصر الدين سقطت؟ ضلت قديش. هجموها اليهود، شايف كيف؟ وصفوهم صف. ايوه. بدهم يقتلوهم يعني يطخوهم. يعدموهم. بدهم يعدموهم. شو جاء؟ استنى موسى كوهن هذا. موسى كوهن. موسى كوهن. موسى كوهن. تيجي مشان يشوفه. قال لهم انتم صفين هذا كم تقتلون جيراننا؟ لا ارفع استرفع عنهم. عفى عنهم. قال لهم هذا جيراننا وخلقنا ونياهم، يعني يحكي عربي هو. خلق ابونا وجدنا واحنا اياهم، هذا ما يرتفع عنهم الطخ والقتل. رفع عنهم القتل. في واحد يهودي يشتغل مع عمي الي. بكسره 12 سنة بكسرها يشتغلوا وياه، طلع عليه وصافوا هيك صافينهم وعمي معهم مصفوف للكتب. شو قال؟ قال له ولك يا اسمه ابراهيم يهودي. ابراهيم. قال له ولك انت يا يهودي ابو زربه، يقول له يمزح معه يعني. قال له انت بدك تطخني؟ قال لي يا خضير، اسمه عمي خضر، يقول يا خضير انا اليوم امر حكومة وانا مع لاقنا يعني. يعني انا ما فيش بيدي حيلي. ما بيدي حيلي. هذا امر الحكومة. انا عبد مامور بدي اقتله. ما بي. وهو صديقه 12 عام. 12 سنة ويشتغل ابويا بكسره. شايف؟ وصفوا بالصفة هذيك، شايف؟ بدهم يقتلوه. هم السنة عاد بالامر بتنفيذ يعني الاعدام. طب هاي القصة احنا راح نتكلم عنها بالقسم الثاني عمي بتفصيل اكثر في لحظة الهجة ولحظة الحرب بينه وبين اليهود. خلينا نعود إلى موضوعنا، في موضوع الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي كان سائد في ذلك الوقت ما قبل عام 48. عمي ابو شاهر راح انتقل الان لمنطقه سدوره حمص دوره او حمص دوره او الخرب اللي انتم كنتوا بتعيشوا فيها اللي جاي جنوبي ناصر الدين بمسافه حوالي 3 كيلو متر. هاي الخربه كان ذكرت لي انه كانت على ارض مرج، ارض سهلي. هل كان فيها طرق مزفله مثلا او معبده؟ والله هي طرق علينا، كان يسحبهم اليهود طرق ويسحبوا لهم ضوء نور، شايف كيف؟ واحنا القرى ما يسحب لنا لو من ضوء واحد ما يسحب لنا. ما بدي ضوء، بحكي عن الطرق انا. هل كانت طرق؟ الطرق شو يقول لهم طرق للكوبانيات؟ بس تبنى الكوبانيه شو يقولها طريق؟ ايوه. احنا ما شو قلنا طريق شري، كله طريق يعني محجر. كلها محجر. كلها محاجر. او طرق ترابيه؟ طريق تربيه. ما كانش في عندكم ما كان يسحب لنا نور ولا يسحب لنا طرق. طب اقرب طريق مزفلت وين كنت تروحوا انتوا اذا بدك تروحوا على المدن او ولا طريق تربيه؟ كله طريق تربيه. والله طريق تربيه. طب يعني انتوا شرقيكوا الطريق اللي كان جاي على البحر مباشره، كان في طريق مزفلت؟ في طريق، طريق مزفلت. هذا كنت سمك طبريه مزفلت. كنت تروحوا له هناك؟ نروح. قديش بعيد عنكم كان عن الخربه؟ يعني بعد 5 كيلو قلت لك. 5 كيلو. يعني اذا انتوا كنتوا رايدين تروحوا لسمخ او لطبريه او للناصر تروحوا لهذا الشارع؟ لا يعني نمشي مع طريق ترابية. مع طريق ترابية. نعم. طب بتتذكر شركات باصات كانت تشتغل على هذا الخط؟ كان عندنا شركات صمخ. شو اسم هالشركات؟ مين مالكينها؟ في شركة عندنا طبرية، صمخ طبرية، اسمها شركة جرجورة. ايوه. هاي بسمخ كانت؟ لا طبرية هذه. هاي اسمها شركة جرجورة. صاحبها عربي طبعا. عربي. وكان يشتغل على هذا الخط. يشتغل على هذا الخط. عمرك ركبت في باص انت؟ ركبت. كيف؟ لوين رحت؟ اتسوق. منين طلعت؟ نركب من سمخ لطبرية. طب كيف وصلت سمخ انت؟ يعني اذا بدك تروح على طبرية انت لازم تروح على سمخ؟ لا بدي اروح انا على طبرية. كيف اروح على طبرية واركب على سمخ؟ يعني طبرية اقرب لك من سمخ. اقرب. طيب انت قديش قلت لي طبرية بتبعد عنكم انتم تقريبا؟ طبرية يعني هي من قلت لك عن هذاك يعني حوالي 4 كيلو 5 كيلو يعني 5 كيلو هيك 5 كيلو.
طب كيف كنت تروح على طبرية؟ على الحلال على الحمار مثلا او مشي ولا اللي مثلا يسووا على المواشي؟ مشي تروحوا المواشي يعني حمير على الحمير النقاري. وتروح على طبرية؟ نروح على طبرية نسوي هناك. طبرية اذا بدك تروح على سمك تنزلوا في الباص. في الباص. قديش كانت اجره الباص في ذلك الوقت؟ قرش ونص. قرش ونص. طيب سمك طبرية قرش ونص. طيب لما كنت تصل سمخ كيف كنت ترجع على حمص دور؟ نرجع على سمخ مثل لنا حاجة ودنا نروح نسوق. لا قصدي لما رحت على سمخ انت وقررت انك تروح على القرية على الخربة تبعتكم، كيف كنت ترجع في الباص ولا مشي؟ لا نرجع بالباص ونطلع من غاد على نصر الدين. ايوه كنتوا تصلوا طبرية ولا تنزلوا قبل ما تصلوا طبرية؟ وين؟ وانتوا راجعين على البلد؟ لا ننزل بالكراج. تنزلوا في طبرية؟ سيارات. في طبرية. في طبرية. طب ليش ما كنتوا تنزلوا على الطريق لانه اقرب لكم؟ ما هو هناك جبل كلها وعرة. ما تقدر تمشوا هالشيء. غابات. ايوه فهمت عليك. فهمت عليك. نمشي مع ضيف سيل يعني. طيب انا بدي اسالك الان، كان في سكه حديد قريبه منكم مثلا؟ كان سكه حديد تجي من بيسان. تجي من حيفا. وتجي على بيسان وتنزل وين؟ على سمخ؟ على تجي على غور الاردن. شايف؟ تجي على جسر المجامع. جسر المجامع في مقصات هناك، مجمع قطرات. ايوه. ويجي ينفذ من جسر المجامع. ينفذ على سمخ، سمخ فيها مجمع قطرات هناك. تفرق وين على الشام وعلى عمان وين ما بدك تروح، على حيفا. طيب طبرية كان يصلها سكة حديد؟ طبرية ما فيها سكة حديد. سمخ؟ بس هي يستورد البضاعة والإشي من القطارات. من سمخ. يعني القطار كان يصل لسمخ؟ سمخ يصل. ويطلع سمخ ويطلع على الحمى. طيب عمرك طلعت في القطار؟ أنا ركبت في القطار؟ أنا فلسطين؟ لا أنا والله ما طلعت. ما طلعت في القطار وأنت في فلسطين. طب أنا الآن ما بدي أسألك عن الحمائل والعشائر لأنك ذكرت لي إياها، الأفقاد اللي كانوا موجودات عندكم. أنت ذكرت لي أنه أنتوا عشيرة أو فخذ حمد اللي كنتوا عايشين بالحمص دورة. بالحمى اللي هي في مرج كليب. احمى كليب يعني. اللي هي مرج كليب. مرج كليب. في كان حدا عايش فيها غير فخذ حمد؟ بس احنا. بس انتوا جماعة حمد. احنا. طب هل جماعة حمد برضو كانوا مقسمين الى فروع؟ احنا؟ في مثل ما تقول بقديش فيه. منهم. لا غير قديش، بنفس احمى كليب. بنفسه هو. بس حمد كنت موجودين. حمد وبالبحر بي منهم. وبالبحر في موجودين. طيب انتوا كان لكم مختار في حمى الصدور؟ في مين مختاركم؟ كان مختارنا اسمه ذياب ابراهيم. ذياب؟ شو بيقول لك هذا ذياب؟ دلكي منا عمومي. يعني عمك؟ دلكي. لا من جماعتنا يعني، من الفخده. وهذا وين كان عايش؟ عندكم في الحمى؟ عندنا. نعم. طب كان عنده مضافي هذا ذياب؟ عنده كل شيء يعني. شو مضافته؟ كيف كانت شكلها؟ كيف وضعها؟ من ايش مبنيه المضافي؟ عنده دور. دور بالشتوية شتم بالدور وبالصيف يصفون بالبيوت. ايوه عرفت كيف؟ نعم. ايوه. طيب من ايش مبني؟ بايش كانوا يبنوا البيوت؟ من ايش مبنيه؟ يبنوها يا سيدي حجر ولا طين ولا؟ والله بطين. بطين. والاسقف كان، هل كان في عقود نظام عقود؟ كله بالصين. كله بالصين. ومضافته موجوده فيها؟ موجوده. وكان في عنده ناطورة المضافي مثلا؟ بعدين كانت عندنا عادات الانجليز هناك. يجوا مدمنهم مثل ما تقول على القريه، اول ما يجوا على المقطر. نعم. المختار له مضافة. ايوه. عرفت كيف؟ وين زي طيب المختار كان عنده راديو؟ لا والله ما في راديو. ما كانش في راديو عندكم من مرة؟ لا والله ما في راديو. طيب هل كان في هناك عائلات مصرية عندكم في الحمى؟ لا ما في. ما كانش في عائلات مصرية. طيب خلينا احنا في الحمى. حمى صدورة. حمى صدورة أو حمى كليب. أيوة. او مرج كليب. مرج كليب. هاي القريه او هاي الخربه اللي موجوده جنوب ناصر الدين اللي بتبعد عنها حوالي 3 كيلومتر. هاي الخربه عم ابو شاهر، هل كان فيها شيء مميز انت تروحوا تجلسوا عنده زي ساحه مثلا او شجره كبيره، شجره سدري ولا بلوط؟ هل كان في عندكم شيء مميز في هاي الخربه؟ هالشباب البلد او شباب الخربه يقعدوا عنده؟ شو كان عندكم شيء مميز؟ يقول لها التل. تل هذا يطلع منه مي. نعم. مي يعني كويس. نبع. تروح الناس تسوح هناك يشربوا منه ويقعدوا. ايوه. فيها مي يعني تل الناعم يقولوا. نعم. في مي هذا. ايوه. نعم يفسحوا بها هناك. أيوة. يعني شم الهواء بها سياحيه يعني.
طيب كان في عندكم معالم تاريخية مثلا آثار رومانية آثار بيزنطية؟ في عندنا خربة، أقول لها خرب الصيادة. خربة؟ خربة. شو اسمها؟ اسمها صيادة. الصيادة. شو بعيد عنكم هاي الخربة؟ تبعد حوالي يعني 2 كيلو. لأنه جهة بالنسبة لكم؟ للغرب. للغرب. طيب هاي الخربة كانت مسكونة؟ لا مي مسكونة هاي. هاي إيش خربة أثار؟ شو أثارها، رومانية ولا إسلامية؟ ما والله كفرية مش عارف. عمرك رحت عليها؟ أروح عليها بيها بيار بعد بيار غنيجة. هاي اللي بيار فيها ماء ولا فاضية؟ فاضية. ما تعرفون؟ فيها فاضية بيار. طب مبين إنها يعني أثار قديمة رومانية. فيها. طب كنتوا تشوفوا وفود مثلا يجوا يفتشوا نقبوا عن اثار في هاي المكان، في هذا المكان مثلا، وفود اجانب مثلا او غربيين يجوا يطلعوا على هذا المكان، على هاي الخربه؟ يجوا. كان في يجوا. طب هاي الخربه يعني كلها اثار رومانيه، على كم دونم مساحتها كانت تقريبا؟ يعني حوالي 10 دونمات. على 10 دونمات مساحتها يعني كانها قريه قديمه. قريه قديمه. وكانت كلها مدمره ولا يعني ودوا 4 دونم شيلوا؟ كان فيها اعمده ولا كلها احجار؟ احجار كبيره. احجار كبيره. كان في واجهات ما زالت مبنية واقفة؟ فيها مهدود وفيها مهدود وفيها تين وفيها زيتون. أيوة. أيام الروم. نعم. طيب الآن بدي أسألك عن المدارس. أنتوا كان عندكم مدرسة في الحمى؟ لا والله مدارس يعني يعملون بيوت. بنفس الحمى ولا تروح على ناصر الدين؟ لا بنفس القرية يعملون بيوت. ويقعدوا على الأرض. على الأرض. مين اللي كان يدرس؟ واحد يدرس ولا ما أعرفه. عمرك درست أنت ولا ما درست؟ أنا لا والله درست. أنا درست؟ أنا هنا في البلاد ما درست؟ ما درست لا والله. طب مين من إخوانك درس الأكبر منك؟ والله ما حدا درس. ما حداش درس؟ ما في. الإنجليز ما سووا لنا مدارس. ما سووا لكم مدارس؟ بس بالمدن. بس بالمدن. طب ناصر الدين كان فيها مدرسة؟ ولا ناصر الدين. حتى ناصر الدين قريب على طبرية يدرسوا بطبرية. اللي كانوا يدرسوا بطبرية. طب تتذكر من الطلاب اللي درسوا؟ وين؟ طلاب من يعني الكتاتيب. انت ذكرت انه الكتاتيب اللي كانوا يدرسوا. مين من اهل ماتوا والله رحمه؟ اسمائهم من الخرب نفسها. من اسم واحد اسمه عمر، عمر الدلكي. عمر الدلكي كان يدرس هناك في طبرية. يدرس في طبرية. الراب طلاب كل الطبرية اللي لحق الجيل يعني هذا كان يدرس. ايوه. يعني انت مواليد 33 عمي، يعني في الأربعين كان عمرك 7 سنوات، يعني بالأربعين كان بإمكانك تدرس. بدرسها. طيب يعني هناك ما درستش من مرة؟ ما درست دراسة. أنا هنا درست أمية. فهمت عليك. أنا الآن بدي إياك هناك، أنا بدي أحكي عن خربة المرج. ما هو مرج اللي هو مرج كليب. مرج كليب. هذا مرج كليب ما كانش في عندكم مدرسة، كنتوا فقط إن طب بيت مين كنتوا تعملوا؟ جمهم عملهم بيت صغير هيك خيش. خيش. خيش صغير يدرسهم بحب قمح مش عارف. قمح. قمح. ما طب ما عرفت هذا اللي كان يدرسهم من البلد والله نفسها؟ والله ما عارف. ما بتعرف؟ والله ما عارف. طيب ايضا بدي اسالك عن طب البنات ما كانوا يدرسوا من مره؟ ولا لا والله ما عندنا ما في ما كانوا يدرسوا البنات. طيب ايضا راح اسالك عن عن موضوع الصلاة والعبادة، هل كان في عندكم مسجد؟ لا مسجد لا. في مرج كليب؟ لا والله ما في. ما كانش في مسجد. ما في مسجد. طب وين كانوا يصلوا الجمعة الناس؟ يصلوا بالبيوت. في البيوت. والله يصلوا. طب ناصر الدين نفسه ما كان فيها مسجد؟ ولا ناصر الدين. ولا ناصر الدين. أنا مكتب الصح. طب صلاة العيد بالأعياد وين كانوا يروحوا؟ نصليها الطبرية بالجامع. يعني كانوا يروحوا للجامع في الطبرية. نروح نصلي بالجامع على الطبرية. أنت من الناس اللي رحت لطبرية صليت فيها؟ في العيد ولا ما صليت؟ بتتذكر ايش صليت في طبرية؟ انا صغير كنت. كنت صغير. بس طيب. انا اسمعهم يقول لك بدنا نروح نصلي الجمعة. نصلي مثل العيد صلوها وين؟ في طبرية. طب ما كانش في زوايا ولا تكايا في ناصر الدين مثلا؟ عارف شو الزاوية انت؟ الزاوية البيوت اللي يتعبدوا فيه مثلا. الشيوخ اللي دروشوا، ما كان في زوايا في ناصر الدين مثلا؟ دور كل واحد بداره. كل واحد بداره. يعني ما كانش في شيوخ ولا في ما في شيوخ ولا في مؤذن ولا اي شيء. ولا شيء والله. طيب مرج الصحة. نعم نعم. طب كان عندكم دق العدة في ناصر الدين؟ حدا كان يدق العدة؟ كيف يدق العدة يعني؟ دق العدة هاي الطبول والاعلام والهذا. هذا مجهل. جهل هذا. هذا جهل. جهل. طيب كان يدقوها بطبرية. بطبرية. يدقها والله. عمرك شفته من مدق؟ شفته والله. طب شو يعملوا؟ ايش يقول؟ يضربهم الطبل ويرفعهم، يقول لك سيف الدين الحج يمين، سيف الدين الحج يمين، واللي يدفع به 11 الليل. ايوه. يضربهم مديش على الطبل.
أما عندكم لا في ناصر الدين ولا في أي خرب من الخرب اللي أنت ذكرتها. طب الآن راح نتكلم عن الوضع الصحي. يعني ما كانش عندكم مدرسة أنتم في 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 مرج كليب؟ والله ما في. ولا كان عندكم مسجد؟ لا. طيب عيادة صحية، عيادة طبية؟ والله غير في صحة عملتها الإنجليز عندنا وين بطبرية. بطبرية. طبرية كلها تروح. على طبرية. على طبرية. طب طبرية كنت تروحوها على الدواب؟ الدواب خمسة كيلو فيها صحة وبين. فيها. فيها صحة. فيها مستشفى اسمه ترانس. مستشفى اسمه ترانس. الترانس. نعم. عمرك رحت على هذا المستشفى؟ خذيت عملية بعيني من أنا. شو كان شو مشكلة؟ عيني طلعت بها نفطة أنا. وخذتني أمي عليها وأنا ما وجدت عليها سووا لي عملية منها. وعيها كنت هاي؟ لا ماني وعيها بس أنا صغير يعني. وأنت صغير. نعم. طيب بما إنه ما كانش في عندكم عيادات طبية ولا عيادات صحية. عيادات كلها بطبرية. كله في طبرية. طيب أنتوا في في خربة أو في مرج كليب اللي هي المنطقة اسمها الحمى، الحمى سدورة، حمى سدورة في مرج كليب. ما كانش ناس يعني يعالجوا بالطب العربي بالأعشاب؟ في مين اللي كان مشهورين عندكم مثلا؟ هل كان في أشخاص معروفين؟ الخطرية حكموا بعضهم. أيوة. طب الجبارة مين كان يجبر الكسور عندكم مشهور؟ كان يجبر حسن النوادرة. حسن؟ حسن النوادرة هذا النوادرة مساوي اللي بده ينكسر يروح عليه يجبر. وين هذا كان ساكن؟ في عندكم ولا في ناصر الدين؟ لا بحطين. بحطين. أما عندكم في البلد ما كانش واحد؟ لا هو يروح عليه هذا اللي بده ينكسر يروح عنده يجبر. نعم. طول يجبر. طب الداية مثلا؟ الداية أمي. أمك كانت داية؟ أمي كانت. شو اسمها؟ أمي دكتورة كانت. شو اسمها؟ اسمها بتل أسعد. بتل أسعد. هي من الدلايكة أمك؟ أمي من الدلايكة. أمي تروح تجيب مثلا النسوان. ما تأخذ منهم شيء. جايبة مثل اليوم بكرة الصبح تجي تروح تغير لها. أيوه. ما مشان الأجر. مشان الأجر. ما كانت تأخذ فلوس. ما تأخذ فلوس شيء لا. نعم. لأن إحنا حالتنا كويس يعني عندنا قلم وعندنا غير الله عندنا. نعم. أرض يعني ما بسيط. طيب. الطهور وين كانوا الأطفال يطهروا عندكم أنتم؟ مين كان يطهرهم؟ منين كان يجيكم مطهر؟ كان في واحد مطهر بسمخ. تروح على سمخ؟ تركي. تركي. بقى من نتراك ظل ما روح مع العثمانيين. مع العثمانيين ظل هذا هو تركي. شو اسمه؟ ولاده يطهرهم. تتذكر اسمه هذا التركي؟ والله نسيت اسمه. نسيت اسمه. طب نتكلم عن موضوع المياه الآن عمي. أنتم في الخربة هاي هل كان في عندكم آبار أو ينابيع أو أي شيء من هذا القبيل؟ فيها عيون. عيون. هل هي الأسماء هاي العيون حافظ أسماءها؟ حافظا. أعطينا أسماءها. عين أم البحت. عين أم البحت. أم البحت. أم البحت. البحت يعني البحت. عين أم البحت. وين جاي هاي العين؟ هذه جنوبنا عندنا قبليكو يعني قريبة علينا نروي منها مي. قديش بعيدة عنكم تقريبا عين؟ يعني حوالي كيلو 2 كيلو. طب كنتوا تنشلوا منها نشل يعني زي هي جارية بير؟ جارية لحالها. جاري وتاخذوا منها نشرب منها جاري ماشي. عين ام البحت. وتروح تجيبوا على الحلال على الدواب المي على الدواب انا اللي. طيب في عين اخرى؟ في عين الحجل. عين الحجل. برضه هذه عين الحجل. في عين كانها عين الحجل قريبه على الحدث هاي؟ قريبه على الحدث هذا لانه ذكر لي اياها. هذه حد ارضنا لنا هذه. نعم. عين الحجل. وفي عين الخريع. عين الخريع. وين هاي جاي عين الخرية؟ هذه عندنا هناك يعني عندنا عن شماليك وشرقيك وغرب جنب يعني جنب عين ام البحت للغرب. للغرب. طيب وفي عين ام لبن يقول لها عين ام لبن. برضنا هذه نفسها. وين جاي بالنسبه لارض لبيوتكم؟ بالنسبه لبيوتكم شمالك وشرق؟ لا للغرب. 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 بتبعد كيلو يعني 2 كيلو؟ حوالي 2 كيلو. 2 كيلو. هذه عيون ميه عندنا. طيب في عيون يشربون الحلال. وفي عين وادي الفجاس هذه عندنا. عين الوادي الفجاس هذا اللي ذكرت لي انت. هذا جاي جنوبك. هذه ميه ان هذه. ايوه. وفي عين قديش ولا عين قديش عند جماعه قديش هذول السهو عند جماعه. ايوه هذه عندهم عين. عندهم عين. وفي تجي عين غزال. عين غزال. وين هاي جاي من قديش ولا الجنوب ولا الشمال؟ ايوه. وفي عين اسمها عين عفن. عين عفن. برضه هذه نفسه. بانو جهه هاي عين عفن؟ هاي جنوب شمالي قديش. شمالي قديش. بالنسبه لكم انت وين جايه؟ هي هذه من قريه قديش على مرج كريب او قريه السهو اللي تبع قريه الحمى للغرب. لا لا للشرق. شرقيكو. شرقينا يعني هاي قريبه للبحر. بين البحر. بين البحر. نعم. وفي عين العسلانه.
ما شاء الله، هذا حافظ كل العيون. عين العصلانة. أيوة. وفي عين عفن. عين عفن حكيناها كأنه. عين عفن. حكينا عين عفن. حكيت عليها. حكيتها. وفي عين القصيب. عين القصيب وين جاي هاي؟ هاي بعد منه ولا للشرق. بينه وبين البحر. بينك وبين البحر. قديش بعيد عنكو؟ يعني حوالي يعني 3 كيلو. 3 كيلو. هل هناك عيون أخرى؟ ها؟ ظل عيون عندكو؟ في عين بيننا وبين اللوابنا اسمها دامة. عين دامة. هاي جاي شماليكم أنا. هاي جاي من الجهة الشمالية. الحجر. شمالية الشرق الغربية. شمال غرب شمال غربكم. شمال غرب. وتجي بسوم. عين بسوم. عين بسوم. عين أسامة هو عليه قبب زي معادم الجبل. هذا يعني صحابي. عين بسوم يعني هاي زي عند المقام. زي مقام. هذا وين المقام؟ عندهم سمي باسم المقام. شو اسمه المقام؟ المقام اسمه أسامة. هو أسامة؟ أسامة. وسام ولا أسامة؟ واحد صحابي هناك. صحابي. صحابي. عليه 4 قبل زي معاد أبو جبل. أيوة. وعنده عين؟ عنده عين. وهذه ولا عين بسوم. وين بالنسبة لكم هذا المقام جاي؟ هذا من غربينا. قديش بيبعد عنكم هذا المقام؟ هذا يبعد يعني حوالي 3 كيلو. طب كانوا الناس يروحوا يتبركوا عنده؟ هناك يقبرهم ويحطوا القمح عنده، ياخذ القمح. قال هذا ولي. ولي. ما حد ياخذ القمح ونسرقه. ما فعلا ما حدا كان يسرقوه؟ ما حد يسرق، لا. الا لما اليهود اجوا سرقوه. اليهود ما ادري عن شو صار بعد ما هجينا. ايوه. هذا مقام زي معاد ابو جبل يعني صعابي. وكانوا الناس من كل الخرب يجوا لهذا المقام؟ الناس كل القرى تجي عنده. تيجي عند هذا سورة الميتين. نعم نعم. واذا طب انتم كيف كنتوا تحتفظوا بالماء في الخربيه تبعتكم؟ يجيبوا براميل يعبوه مي. يحطوا عندكم براميل ويروحوا يجيبوا من العيون ويعبوا فيها. يعبوا فيها مي. نعم. طب كان عندكم انتم ابار مثلا في نفس المرج في الحمى؟ كان عندكم ابار مثلا او برك تجمعوا المياه الانبار فيها؟ جمع مياه عندنا القني هذا العيون. العيون سايله ميه. نعم. لوش نسوي بيار؟ ايوه مش بحاجه للابار. لا مش بحاجه. لا نعم. ميه كلها بلاد مليانه ميه. نعم نعم نعم. طب انتم كيف كنتوا تضوا حالكم؟ شو الاناره اللي كنتوا تستخدموها انتم؟ كيف يعني؟ تضوا حالكم؟ كان في اضواء وكان عندكم كهرباء؟ نجيب قنديل. والقنديل هيك زي الغرفه. قزاز. نعم. ولون فوق يقول له شو اسمه؟ يعني كنت تجيبوا فانوس؟ فانوس ايوه، فانوس يحطوه ويضوه. نعم. وله قزاز قد هيك. وله قزاز ولا ما له؟ صفحاته كلها قزاز. يضوه. طب الكاز منين كنت تستخدمه؟ منين تجيبوا الكاز؟ نجيبه من طبريه. تروح تشتروا من طبريه؟ مركزيه في كازيه. في طبريه؟ طب في ناصر الدين ما كان في دكاكين تشتروا منها؟ في دكاكين حلو وراحه. اما مش كاز. بس مشان اكل. بس. طيب بما انه احنا الان يعني الراديو ما كانش موجود عندكم. في ردات بال هذا طبريه. طبريه فيها ردات. طب عندكم في 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 مرج كليب حمص دوره. في حمص دوره كان عندكم لحمين؟ لا عندنا الغنيم كثيره بس بدنا ناكل نذبح. ما كانش في لحمين حدا يبيع لحمي يعني؟ لا بس طبريه فيها لحمين. طبريه فيها لحمين. اما عندكم ما كان في حدا لحمين. في عندنا احنا لما نعتز لحم نذبح. نذبح. عندنا خير كثير يعني غنم مواشي كثيره. الحلاقين. حلاقين؟ يحلب واحد بس سنة. بس سنة مثلا واحد انت تحلب عنده ينطي على مدين قمح مثلا. نعم. بالقرية. سنوي يحلق. مين هو اللي كان يحلق؟ والله ما اعرف. كان يجي من برا؟ يقوله منه يحلق هذا كان سنوي مثل ما تقول انت عليك مدين قمح، هذاك عليه مدين قمح، هو العيلة. العيلة هاي مثلا عليها شلين قمح. إذا يحصل لما يجي دراسة البيادر ينطوه هذا الحلاق. طب منين كان يجيك هذا الحلاق؟ من طبريه؟ هو من القريه. من نفس القريه؟ ما من القريه. ما بتتذكرش حلاق؟ ما اعرف ولا ما بتتذكره. طب افران، هل كان عندكم افران؟ عندهم يخبزهم عصاج. عصاج. والطبيخ عصاج برضو؟ لا النار يطبخوه. كان عندكم بوابير كاس؟ في بالتالي جاب بوابير. قبل ما نجبي. نعم. هاي يقولها برنسات هذه دكوادك. نعم. كاس. طب انتوا الطحين اللي كنتوا تعجنوه او تخبزوه طحين ذره ولا قمح؟ لا قمح. كله قمح. قمح وذره. كنتوا تخلطوا ذره؟ انا خلطت. طب عمركم طبختوا الذره لوحده؟ يعني خبزتوا الذره لوحده؟
خبزناها لا لا. الكراديش ما بتعرف الكراديش؟ لا لا ما خبزه. ما خبزوا ذرة لوحده. طب دكاكين كان عندكم دكاكين انتم في البلد؟ لا والله ما في دكاكين. ما كانش في دكاكين. نسوق من طبرية احنا. من طبرية. خياطين وين كنتوا تخيطوا ملابس؟ خيط من طبرية عند واحد اسمه السخنيني. السخنيني. خيط قنابيز نعلة جليل هذه لبسة جليل. نعم. قنابيز روزة مثلا قنابيز من هذه يقولها قنابيز. نعم. القنباز يقول قنباز. أيوه. فصله وين عنده هذا لأنه مشهور بالخياط. هذا السخنيني. نعم. كنا تخيط عنده. وكان في واحد يسوي كنادر يعني يفصل كنادر اسمه نظمي. كلها نعم. تفصل عنده هذا لأنه يعني مشهور بالكنادر. نعم. طيب المنجر والمحددي برضه كله في طبرية ولا كان كله في طبرية؟ كله في طبرية. أنا مدينة كبيرة. ومدينة أيام الصحابة هذه. طب أنتوا حدو الخيل وين كنتوا تحدوا خيلكم؟ يجي واحد من برا بيام الحدو. يجي راكب فرس يحذي الودي. منين هو هذا ما بتعرفه؟ من طبرية. ما بس ما بتعرف اسمه؟ لا والله ما أعرف اسمه. طب جلخ السكاكين وين كان تجلخ السكاكين برضو؟ كان يجي علينا مثل هذا يجلخ السكاكين وواحد يجي رب الصحون يرب القون هذا ومش عارف ايش. هذا المبيض. المبيض يجي علينا بعد نتيجة بيض. ما كانوا يجيكوا نور مثلا؟ ها؟ نور اللي كانوا يجوا يجوا في بعدين اسبوع ويناجوا. النور يسندم. منين كانوا يجوا هذول النور؟ والله ما نعرف منين يجوا. وياخذوا فلوس مباشرة ولا ياخذوا قمح ويأخذوا؟ لا ياخذوا اللي هو قمح اللي ورا. ايوه. طب ما كان عندهم مثلا نشاطات أخرى مثلا هذول النور يجوا يعملوا حفلات عندكم في العربان مثلا أو أغاني أو رقص أو يعملوا سحر؟ لا ممنوع. عندنا العشائر محافظة كويسة يعني. فيش ما كان عندنا العار. عندنا يعني ذبحة الزلمة تهون على العرض. يعني ما نزعل شيء يما ينقتل واحد ولا يموت واحد. ما نز عليه قد العرض لأن العرض صعب معيار. نعم. طب صناعة الفخار كانت موجودة عندكم؟ الفخار منين تشتروه؟ عندنا بطبرية كان مصنع فخار. في مصنع فخار بطبرية. أما عندكم ما كان؟ كل شيء. لا والله عندنا. طب عم أبو شاهر أنتوا وأنتوا أطفال لما كان يكون عندكم وقت فراغ كيف كنتوا تقضوه؟ وين كنتوا تروح؟ وين كنت تيجي؟ كنتوا تعمل؟ والله إحنا لما كنا صغار ما قلت لك نروح على شجرة المستراح هذه. على شجرة المستراح. نعم. كل واحد ياخذ حبل ويعلقه بشجرة ويتمرجح تا يشبع ويروح. هاي يعني افضل العاب. ها والله. طب الكبار بيش كانوا يتسلوا الكبار؟ ها؟ الكبار الزلام الكبار بيش كانوا يتسلوا لما كان ما يكونش عندهم شغل؟ بشدة. كانوا يلعبوا اتذكر عليهم ايش يلعبوا بشدة. كانوا يلعبوا شدة؟ ها هيك. هاي بيساوي شدة. وهذه مال شو اسمه هذه؟ سي جي؟ والزهر وال يسوون فيها هذي. نعم. طيب النور ما كانوا يجي يعملوا يدقوا مثلا يعملوا شمات للنساء او يقروا البخت؟ هل كانوا يجي يعملوا هيك؟ لا لا ما بس صح كلامك. في عندهم قال عار يا سيدي قال ما يدقوا ما يدقوا وجهها قال البنت ما عاد ياخذها قال. مين اللي كان يدق عندكم؟ ما انا عارف والله هم يدقون بعضهم اهل البلد يعني اهل الخبره. اهل البلد اهل معاه خبره. ما كان يجوا النور يعملوا الدق؟ لا لا النور لا بيع مختصات عندنا بالمنطقه اللي هناك مشهوره يعني بالدق. يدق هذه لانه جهل. طب ما بتتذكر مين هن النساء اللي كانوا يدقن او يعملن؟ والله ما اتذكر عليهن بس اتذكر انه يقولهم انه هذا المشهورات قال يا سيدي ما تدق قال ما حد ياخذها. نعم نعم. طيب الان راح نتكلم عن الثروه الزراعيه والحيوانيه عندكم في خربه مرج كليل خربة حمص دورة اللي جاي واقع جنوب قرية ناصر الدين. عمي أبو شاهر أنتوا كنتوا يعني ما بين البداوة والفلاحة يعني ما بين أنكم يكون عندكم حلال وتهتموا بالأغنام وكان عندكم برضو فلاحة. عندنا ها. هل كنتوا فلاحين أنتوا ولا بدو؟ شعير وحمص وفول وعدس وكل إشي نزرع. طيب. مخازن عندنا يعني قمح. طيب شو أهم أنتوا شو كنتوا؟ يعني لو مشيت الدنيا سنتين عندنا القمح بالمخازن. نعم. طب شو أهم المزروعات اللي كنتوا تزرعوها أنتوا في البلد في الخربة؟ نزرع القمح والعدس. نعم. والفول والحمص. أيوة. طب شو المناطق اللي كنتوا تزرعوها؟ تتذكر المنطقة اللي كنتوا تزرعوها؟ برحمة بالمرج. بالمرج. غربيكو ولا شرقيكو؟ بدنا نحصد 3 أشهر وثلاث أشهر درس. أوه. متى يبلش عندكم الحصاد؟ الحصاد يبدأ من شهر 5. نعم. 6 نضلنا نحصد 3 أشهر حصيدة. ايوه. وبعدين نبدا بيش بدرس وبعدين نبدا بالتبن نوديه والقمح نوديه على المخازن.
طب الأراضي اللي بتزرعوها هل إلها أسماء الأراضي اللي كنتوا تزرعوها؟ ها؟ المناطق اللي كنتوا تزرعوها هل إلها أسماء؟ إلها. شو أسماء المناطق الزراعية؟ أم عنق. أم عنق. أم عنق. وين جايها؟ غربيكو ولا شرقيكو؟ غربينا. غربيكو. الجرطة. وين حدد لي مكانها؟ ها؟ حدد لي مكانها قول لي. غرب كلها من غربي نصر من غربي أصدور. كلها يعني أنتوا أراضيكو الزراعية كانت كلها بالغرب. من غربي ومن مشرق. وفي من مشرق. بي. طب شماليكو كان في زراعة ولا كانت وعري؟ لا كله سهل. كله سهل. كله سهل. يعني أنتوا كنتوا تزرعوا في كل المناطق اللي حوالينا. كل واحد يزرع من منطقته. من منطقته. طيب أنت ذكرت المنطقة الأولى شو اسمها؟ وين؟ أم عنق. أم عنق. والثانية؟ والجلطة. والجلطة. والمدان. المدان وين جاي؟ غرب ولا شرق؟ كله بالمنطقة اللي هي وين جايك بها. أيوه. وتجي مثل ما تقول طيب ماشي، البيادر وين كانت موجودة عندكم البيادر؟ البيادر بالمنارة. بالمنارة. غرب المنارة مغرب. تجي بين ال... يعني هاي يعني بعد ناصر الدين. كل المنارة واحنا كلنا بيادر وحدة، يعني قول ألف بيادر ما كان مع بعضه. مع بعضه كنتوا. معناها كنتوا تمروا على ناصر الدين وتروحوا على البيادر، ناصر يصير ناصر الدين يصير شرق لما تطلعوا على البيادر. البيادر الآن واحنا نروح عليها. طب تتذكر مساحة البيادر، أرض البيادر قديش؟ كم دنم؟ يعني يقول يجي حوالي 10 دنمات. البيادر. البيادر أكثر حوالي 15 دنم. أكثر. كل الخرب هناك. كل الخرب تجي هناك بيادر وظل القمح محفوظ هناك شايف؟ أيوة. وكل لما أنت تدرس وتخلص يذرم معك. تاريخ خصم القمح كله. يعود على الثاني يروح على الثاني على أواك مثلًا يساعدوا مع بعضهم يعني. طب ليش كانوا يختاروا هذا المكان للبيادر؟ لأنها منطقة سهلة؟ لا منطقة عالية والأرض قاسية. أيوة. لأن التراب هناك يمل القمح تراب. أيوة أيوة. أرض قاسية شوي هناك. أرض قاسية شوي وعالي شان تذري. أيوة. يحطهم فيها لأن طلع تراب بها هذه الأرض. طيب انتوا كنتوا تشتروا اعلاف للاغنام عندكم ولا تبيعوا ولا عندكم اعلاف؟ عندنا الاغنام عندنا اعلاف. عندكم اعلاف؟ ندرس الدرع البيضه هذه. نعم. نزرع التبن كله نخزنه للمواشي. طيب خلينا في موسم الحصاد، موسم القمح. كان يصير في مساعدات بينكم وبين يعني اثناء موسم الحصاد عمي، العلاقات الاجتماعيه بينكم تعملوا عونه ومساعدات لبعض؟ مثلا انت ما خلصت درس، ما خلصت حصيده. يجم كلهم هذاكم شايف؟ يجم يساعدونا. يساعدونا شو نسوي لهم على نذبح لهم ذبايح مثلا كل اللي عندنا مثلا 200 واحد 300 واحد جمع عندنا مثلا يعاونونا على الحصيده كله غداهم علينا. ايوه شايف بلاش. نعم. على هذاك على هذاك على هذاك كانت يعني سندونا زارت. نعم. بعضنا كانوا يساندوا بعض. وكان يكون فيها هزيج واغاني للحصادين، بتتذكر اغانيهم الله كانوا يغنوا الحصادين؟ شو كانوا يغنوا إذا بتتذكر؟ إذا كانوا إذا أنت عندك ذاكرة في أتذكر شو يقولون؟ منجل يا منجلي ولا؟ والله ما نعرف. أنا أتذكر على الدراس. شو يقولوا على الدراس؟ على الدراس قالوا بالبري جوي على الطرحة يا معلمتي يا فرحة. أيوة الدراس. أيوة أيوة أيوة. طيب كان في عندكم بساتين وبيارات أنتوا قريبة منكم؟ هل كان عندكم بساتين؟ يزرع بطيخ، يزرع بندورة، لا بعل أشجار قصدي أشجار، هل كان عندكم كروم وأشجار؟ كروم عنب وتين وهذا، هل كان موجود عندكم في 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 مرج كليب؟ والله أنا أقول لك لا، كله بندورة وخيار كله أراضي مزروعات أرضية. يعني لو ظلينا بس سنة يعني تزرع كل شيء. نعم. سنتين لو نعم. ظلينا نعم. نزرع كل شيء لكن طيب ما كانش في أشجار عندكم حواليكم؟ في أشجار إيش اللي كانت مزروعة؟ كانوا زرعين اليهود. اليهود، اما الكوتو ما كان فيه. احنا ما كنا زرعين. طب كان عندكم كنتوا تستخدموا اساليب حديثه في الزراعه انتم؟ هل استخدمتوا تراكتور ولا كله على الخيل وعلى الحلال؟ والله على الخيل. ما استخدمتوا تراكتورات؟ لا ولا تراكتورات لا. نعم. طب انا في موضوع الصحه برجع لموضوع الصحه نسيت اسالك عن شغلي. هل كنتوا تروحوا تتعالجوا في كبنيات اليهود؟ هل كان يصير يروح يتعالجوا العربان هناك في كبنيات اليهود مثلا؟ والله. كانوا يروحوا يتعالجوا؟ فيها عياده. فيها عيادة. في أنو مستوطن كنتوا تروحوا؟ كنا نروح على سرجونيا. على سرجونيا. كيف في واحد انحرق منا. بنت صغيرة انحرقت. نعم. وراحهم وين حكمهم عندنا؟ حكمهم عند اليهود. طب اليهود فيها كل كوبانية اليهود يبنوها الانجليز يبنوها يحط العيادة بالأول.
احنا كنا محرومين من العدالة. محرومين من العدالة. احنا محرومين من العدالة، ما في ما يعملنا ولا شو، قلنا طرق ولا نور. طب كيف كانوا عاملوكوا العيادات هاي؟ عملوا العرب معاملاتهم كانت ايه؟ والله عملنا معاملة كويسة. كويس كانوا عاملين يعني. وياخذوا اجرتهم طبعا. ياخذوا اجرتهم نعم. طب انتوا بما انه كان عندكم حبوب، وين كنتوا تطحنوا قمحكم؟ نطحن بلوبيا. بلوبيا كان فيها مطحنين؟ ما مطحن، عاصمة من لوبيا، عاصمة عاصمة الجليل. ايوه كان فيها مطحنين وبابور طحين. فيها مطحنة وكل شيء فيها. طب تتذكر اسم صاحب بابور طحين في لوبيا؟ من دار بدهيس. من دار بدهيس. كيف كنتوا تودوا قمحكم لغاد؟ على الحمير. على الحمير تودوا. نعم. لوبيا قديش بعيدة عنكم تقريبا؟ حوالي 9 كيلو يعني هيك شيء. حوالي 9 كيلو. طيب اما معاصر زيتون، هل كان عندكم زيتون؟ اشجار زيتون؟ معاصر زيتون كانت بالمغار. بالمغار؟ طب انتم كنتوا كان في عندكم انتاج زيتون؟ نجيب زيتون، نشتري زيتون. تشتروا شراء؟ نجيب زيتون، زيت نشتري. تشتروا الزيت؟ اما ما كانش عندكم زيتون ناخذ مثل ما تقول مشتلين، مشتيل الحمير، مشتيل سمن. نجيب بيه 8 صد طول زيت. يعني انتم تعملوا السمن وتروحوا تبدلوه بزيت زيتون؟ نجيب منه السطل السمني بسطلين، بسطلين زيت. ايوه. منين كنت تروح؟ على المغار؟ على المغار. نروح نجيب. هاي على المغار. وين المغار بالنسبه لك؟ المغار هذه يا سيدي تجي شمال عليبون. شمال عيلبون. هاي وين؟ فوق بشمال قضا طبريه. ايوه يعني قريبه على قضا عكا. هذه سخنين. يعني تروحوا تبدلوا عملية تبديل مقايضة. تعطوا سمن. وتأخذوا زيت. نجي أخذ زيت. الكيل قبالوا كلين. هيك كان شغلكم. مثلا الحمار 4 سطور عليه تأخذ أمي. وتروح تجيب منه، تجيب سمن. زيت. زيت. تجيب زيت طبعا. زيت زيت. يعني كان عندكم سمن كثير أنتم. كان سمن كثير عندنا. أيوه. خير الله علينا. نعم. طب انتوا كنتوا تبيعوا بضاعتكم مثلا؟ هل كنتوا تبيعوا القمح والاشياء اللي تزرعوها؟ كنا البيادر لما يجي البيادر. نبيادر البيادر. يجي الانجليز يخمنها. يخمن الانجليز. يخمن البيادر قديش؟ سوى 60 شيل. ممنوع تبيعها، ياخذ القمح كله هو. يعطيك طحين. كان يمنعك تبيع؟ هو يخمنه هذا قديش سوى 60 شيل. طيب ما سوى 60 شيل، مين يخلق لك احنا؟ ويأخذوا. يقول لك يجي من الانجليز لجنة البيادر هي جش. يقول لنا خمن البيادر هذا. ايوه الانجليز يخمنها بستين ستين شيل، وستين شيل ما سوت ستين شيل. طيب ايوه. طيب منين نجيب احنا نوفي على ستين شيل؟ وهيك كانوا يتعاملوا معكم؟ الانجليز هيك كان يتعامل معنا. ظلم. ظلم كانوا يتعاملوا. ظلم يعني ما كانوا يستنوا يشوفوا قديش بالضبط طلع البيادر. طيب من نشيله ونسويه ما يقبل غير هو عجش. يعني كان في ظلم واضح عليكم. ظلم. ولا من حكومة. كان يجي الاثر علينا القرية، مثلا يجي الاثر على القرية ينسف الدور يحرق البيادر. هذا مين؟ الانجليز. ايوه. جزء. ليش؟ جاء الاثر عليكم. شو يحرق البيادر. ايش هو اللي يجي عليكم؟ الانجليز. ليش يحرق ال ال لان يعني صار اليهود ضربهم على الكبانيات. الثوار ايام يجم هم يفشوا لهم فيكم. يجم يحرقهم البيادر. أيوة. كل البيادر وأمي دورة مع دار زينة بالقرية ينسفوها. طب راح نتكلم عن هذا الموضوع في القسم الثاني عم احنا. طب كان في عندكم اهتمام في موضوع تربية النحل عمي؟ النحل كان في وجود دلوقتي. والله في نحل كثير لكن ما كنا نتعنى فيه. ما كنت تتعنى فيه؟ والله في نحل كثير. نعم. البلاد كلها كلها نحل. نعم. طيب حكومة الاتحاد البريطاني هل كانت تقدم لكم أي مساعدات أو قروض زراعية ولا كانت محيقة للعمل؟ والله ظلم. كانوا معقين. ظلم. ما كانوا يساعدوا كل بريطانيا. شو يساعدون؟ كانوا يعدم الغنم. الغنم نروح نودرها بالمدية. تخبوها. يخبيها مشان وده كشان قال. ودي عد الراس شلن والعامل كلنا نعرف شلن. أيوه. والله. يعني كانوا يعني يتبعوا سياسة التجويع معكم. سياسة التجويع. بعدين يا سيدي تلبس جزمة كاوتشوك بجرك. سجن 6 أشهر. إذا بس لقوك بجرك لابس جزمة كاوتشوك. 6 أشهر سجن. ليش طيب؟ ظلم. واللقى عندك إحرام 6 أشهر سجن. طب شو دخل الإحرام يعني؟ ليش الإحرام؟ هيك مشان يضيعنا.
مشان الظلم. والله نعم. والله ما اتذكر امي تودر الحرام بالسطل وزته برا. الجزمة الكاوتشوك زتها برا. يعني بيعتبروا الجزمة للثوار والحرام للثوار. واذا لقى بستار بيجاك انجليزي بستار زي الجيش اللي عندنا هسه حاليا مش بس بستاره. يوم زته نعم. هناك يقول لك اذا مو مبوس 6 أشهر سجن. انجليز. الله اكبر. وبعدين يجي طوق القرية. اول طوق يخش وبيطوق برت القرية. طب هذا راح نتكلم عن الاطواق هاي كلياتها والاشياء اللي كان يمولها البريطان. راح نتكلم الان عن المهنه والعقارات والاملاك قبل النكبه. عمي ابو شاهر انت يعني كنت صغير نوعا ما قبل النكبه، يعني كان عمرك حوالي 15 عام وما كانش عندك عمل معين. لا. شو كان عملك؟ فقط بالفلاحه وبزراعه مع والدك؟ مع بالبيت. نعم. طب هل حدا كان من عندكم من اهل البلد، بلد مرج كليب او حمص دوره، هل كانوا يخرجوا مثلا للمدن ويشتغلوا؟ يشتغلوا. وين كانوا يروحوا يشتغلوا؟ بالحرش. دائرة الزراعة. يشتغلوا في دائرة الزراعة. طيب الآن بدي أسألك أيضا عن الناس، هل كانوا ناس يروح يشتغلوا في الموانئ أو محطات القطارات مثلا أو في حيفا أو في يافا من عندكم؟ الفاضي يروح يشتغل ولا يعني عنده رزقة ما يروح. ما يروح. طيب والدك كان له أملاك في خربة في مرج كليب؟ هو أرض لنا أبوي وجد جدي وأبوي وكلنا أرضنا هذه. تتذكر يستلم مني شيء؟ قديش كم دنم أرض بيمتلك؟ والله ما أحصيها قديش، أرض كثيرة. بالمئات يعني؟ بالمئات وأكثر، بالألوفات. أراضي؟ كلها لجدك ولا؟ كلها، يوم جانا الإنجليز. الإنجليز ودي يحولها من 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 تركيا للإنجليز. ما معانا ندفع رسومها. من قدرها، منين بدك تدفع حق؟ نعم نعم. بدك تدفع تحولها من الإنجليز. من الاتراك الى للانجليز. هذاك يقول ظلمنا بها ودنا ندفع، جت المساحه تمسحتها. طب انت والدك كم عم لك كان؟ انا عمري 4 سنين. ابوك توفى وانت عمرك 4 سنين؟ ما لحقته يعني. عشت يتيم عند امك؟ عشت يتيم. امك تزوجت بعد ذلك؟ لا ما تزوجت. كم اخو لك كان انت في ال اللي ابوي ماخذ 2. تنتين؟ واحد وحده جايبه 4 وحده جايبه 6. 6 كلهم اولاد ذكور؟ وهذيك 10 يعني. 10 ذكور؟ 10. من امهات 2. ونساء بنات، هل كان في خواتم؟ بنات 2. بنات 2. كل وحده واحد بنت. كل وحده بنت. يعني 12 شخص كنت. وكم واحد عايش فيكم لغايه الان؟ لما مات ابوي جن ان اتفق مع بعضن. بي 2 كبار باخواني. قالت لامي فضه، امي عند خالتي، قالت لي فضه يا بتلا انت يطلع معك واحد بني يطلع معي واحد. قالت لي كيف؟ قالت لي الان يا ربي اولادي وانا وهذا يا ربي اولادك. ايوه. وقسمنا الغنم وقسمنا الرزق بالنص. ايوه. وعشنا. وعشتوا في البلد؟ عشنا بالقرية. انت كنت ابن الثاني طبعا. انت ابن الثاني كنت؟ انا من الكبيرة. من الاولى؟ الاولى. طيب لو سألتك عن المواشي والدواب مثل الجمال والأبقار والأغنام، هل كان بيمتلك والدك كثير من هذا الحلال؟ احنا عندنا بقر بس وغنم. كم بقرة كان؟ كثير مرج يعني البقر. ام السولف. مريع بالمرج يرعى. واول بالبحر ينزل ما شاء الله كثر البقر الخير. يعني كان عندكم فوق 100 راس بقر يعني؟ اكثر كثير، يولد لحاله وينزل على البحر ويطلع لحاله من خير الله علينا. طب والحليب تبعه وين تروحوا فيه كله؟ الحليب يحبوا يفربوا للناس وياكلوا خير الله علينا. بعدين كان يجي ضيف عندنا، احنا سمونا بيتنا سمونا كباب الفضله. كباب الفضله ليش؟ ودي ما يفهم المعنى كباب الفضله ليش؟ لانه كان يجي علينا شرواك انت ولا تهون. نعم. يجي علينا يذبح الذبيحه، واللي يجي غيرك ما نطعمه من الذبيحه اللي كليتها انت. نكبها نساوي جديد من كثر خير. ما شاء الله والله العظيم كلها راحت هالبلاد. راحت خير الله يعني. وسمونا سيني احنا بيتنا كبار الله. ليش؟ لان احترام اللي يجي الضيف اللي يجي علينا نلاقيه قبل ما يجي نربط له فرس نعلق له. ايوه هذا عادة العرب، احترام الضيف. ايوه وبعد ما يعني بده يروح نقضب شتيمة الفرس من الان ونقضب اركاب ويركب. يركب هيك عادات العرب قبل. ما شاء الله سبحان الله. طيب كان عندكم جمال؟ هل كان فيه جمال؟ لا والله ما عندنا جمال. ولا في المرج نفسه ما كانش فيه؟ في جمال عند اللوابنا عندنا من برا، ما احنا ما عندنا. اغنام كان عندكم غنم؟ اغنام كثير لا تقول كثير. وبرضه بالمئات كان عندكم؟ بالمئات واكثر ما شاء الله. اي والله.
طيب البيت اللي كنتوا بتعيشوا فيه انتوا، هل كان في بيت بتعيشوا فيه البيت اللي بالشتاء مش كان في عندكم بيت مبني ولا بيت شعر على مدار العام؟ بالشتاء بيعمل قلنا لك دور مخازن ومخازن يعني نفوت بها وبالصيف نصيف بالدور بالبيوت بيوت الشعر. طب الحلال وين كنتوا تبيتوا انتوا؟ نبيتوا الحلال في الشتاء مثلا، هل كنتوا عاملين بيوت شعر ولا عاملين سير؟ عاملين سير. سير. طب هاي السيارة مغطية؟ لا والله تلجأ انا بها عليها صوف. ايوه بالشتاء عادي تضلها بالسير. طب عم ابو شاهر، هل بتمتلك اي وثائق او اي شيء، شهاده ميلاد او جواز او اي شيء من فلسطين؟ بتمتلك اي وثائق؟ لا والله كان معنا تحرقت كلها بنصر الدين، كلها تحرقت بنصر الدين. طب الان بدي اسالك انا عن رموز مرج الكليب، حمص دوره اللي انتم كنتوا فيها. مين اللي كانوا وجهاء المعروفين عندكم فيها؟ وجه ال الخربة هاي اللي انتو كنت عايشين فيها، وجه الخربة كان فضيل العيسى. فضيل العيسى هذا المختار؟ شيخ. مش المختار، لا شيخ. هذا شيخ. شيخ هذا وجه العشيرة. هذا وجه العشيرة. طب كان عندكم اشخاص مشهورين مثلا في حمولتك انت، ولا هذا هو نفسه هذا من حمولتك هو هذا اشهر شيخ؟ عملنا هذا. نعم. طب كان في عندكم اطباء او شيوخ ازهريين او اي شيء او كتاب او معلمين عندكم في الخربة معروفين مشهورين؟ والله ما كان فيها في ذلك الوقت. طب انتم لما كان يصير عندكم مشاكل مثلا في الخربة هاي نفس خربة مرج كليب اللي هي حمص دورة، اذا تصير مشاجره او مشكله بين اثنين او بين شخصين، وين كانوا يروحوا يشتكوا على بعض؟ وين كانوا يحلوا المشكله؟ بعضهم يحلوها ببعضهم. طب انتم اقرب مركز بوليس عندكم وين كان؟ احنا بيوم الحرب اللي صار. لا قبل الحرب. لا بالايام العاديه. بالايام العاديه ما كنت تروح على مراكز بوليس تشتكوا على بعض؟ لا لا ما نشتكي. طب ما كان اقرب مركز بوليس وين كان عندكم انتم؟ كان مركز بوليس بصمخ والطبريه. طبريه. اما عندكم ما كان في مركز؟ لا لا ما في. تطلع مفرزه علينا يوم تطلع. نعم نعم. يوم بدهم شيء تطلع يعني شكوى ولا شيء. نعم. خيل. طيب عمي، زرت انت المدن الفلسطينيه قبل النكبه؟ هل زرت مدن فلسطينيه قبل النكبه؟ لا والله ما زرت. ما رحتش؟ طب رحت لطبريه؟ لا والله ما رحت. طبرية ما زرتها؟ لا والله. بعد النكبة؟ لا قبل النكبة قصدي أنا بحكي. وأنت بالبلاد وأنت بمرج كليب؟ إيه دائما أروح مع أمي. وين كنت تروح؟ نروح نسوق بس ونجي. طبرية. هل زرت غير طبرية مثلا؟ زرت الناصرة وحيفا. الناصرة وحيفا وصلتها. طب زيارتك للناصرة شو كانت؟ زيارة إيش؟ عمل ولا سياحة؟ أمي مريضة رحنا مع الطريق عودنا هناك بالناصرة. طيب رحتوا مشي ولا بباصات؟ لا باصات. رحتوا بباص؟ قرش نص. قرشين قرشين لحيفا. ايوه. نمت في الناصر انتوا اما كلها بنفس اليوم روحتوا؟ لا والله بنفس اليوم روحت، بس دخلناها المستشفى بحيفا ورجعنا، مستشفى حمزه. وظلت في المستشفى نايمه؟ بالمستشفى ظلت. شو كان مرضها؟ مريضه شويه. توفت هناك؟ يعني؟ لا ما توفت، رجعت طيبه. رجعت. طابت يعني. طيب تجولت مستشفى البحر هذا. مستشفى حمزه يقول له. مستشفى حمزه. على البحر. طب انت لما رحت معها على حيفا تجولت في حيفا في لا والله شوارع حيفا؟ مشيت مع اخوي يعني. اخوك اكبر منك؟ اكبر مني. سوقنا بالسوق. بالسوق. شو عجبك في حيفا؟ بتتذكر اشياء؟ اتذكر انه في شارع جبله شمال متذكر. هذا يقولوا شارع الملوك. شارع الملوك. هذا شارع كبير بحيفا. نعم. يعني كويسه حيفا شفتني. طب رحت على البحر في حيفا كيف بحر؟ وصلت البحر. زي بحر طبريه ولا احلى؟ لا بحر كبير مد عينك والنظر قد ما تشوف كله بحر. كله بحر. لأن المستشفى على الشط. نعم. يقول مستشفى رمبا هو. أيوه مستشفى رمبا. نعم. هسه اسمه مستشفى رمبا. نعم. لكن هو من قبل مستشفى حمزة. هذا يجي على طريق عكا حيفا. نعم. طب الآن راح نتكلم عن الموروث الاجتماعي عمي أبو شاهر، وراح نتكلم عن شهر رمضان في مرج كليب. كيف كان شهر رمضان عندكم؟ هل كانوا الناس يصوموا؟ يصيموا يا سيدي ساعة ما أبو. يصيموا على بس يفوت الدجاج بالخم. يفطروا. على فوت الدجاج بالخم؟ يفوت الدجاج قال بالخم ويفطروا، قال يعني صار الليل عتمة هيك. يعني قبل ما تغيب الشمس يفطروا؟ ممكن؟ تغيب الشمس، يعني هو الدجاج يفوت غير تغيب الشمس. أيوه. يعني هيك عدت العرب. أيوه. طب وإذا الدجاج ظل برا ما تفطرون؟ لا ما يفطر.
ما يفطر حتى لو تليل الدنيا ليل. لا لو كان الدنيا ليل ما يفطر. ما ي... هو الدجاج يفهم يعني صدق يعني عاد بس يضب الليل يفوت. نعم. طب اذا يعني انتوا طب السحور على ايش كنتوا تسحروا؟ يسحروا ساعات ما يعديش عصي احديك اعديك الصبح يعني ما طلعت النجمه في نجمه تطلع من المغرب مشان نجمه الصبح هناك يسحروا. طب ما يكون في عندكم مثلا مدفع رمضان تسمعوا مدفع رمضان؟ ما في. لا والله ما في. والله ما ولا في مسحرات بالليل يطبل عطبل عندكم؟ لا ما كانش موجود. لا والله ما. طب انتم كانت عندكم عاده انه كانوا الكبار يفطروا مع بعضهم الزلم كل زلمه يفط صحنه ويروح يقعد مع الزلام والنساء والاطفال يفطروا لوحدهم في البيوت ولا كل عائله تفطر ببيتها؟ كل عائله تفطر ببيتها. كل عائله تفطر ببيتها. آه. طيب ايضا بالنسبة ما زلنا في رمضان كان يصير عزايم ولايم في رمضان عندكم؟ في يتعازموا الناس في الغربان يعازموا مثلا اليوم دقينا قهوة احنا مضافة عندنا مثلا اخوي عنده بيت يدق القهوة تيجي من اليوم عنده بكرة نجي عندك بعد بكرة نجي على واحد غيره. نعم. يسهروا مع بعضهم. نعم نعم. يعني يتجاملوا مع بعضهم. ايوه يسهروا. وانا مني كنت انا قد من مية صغير لأن صغير يقدم مية للضيف للي تيجي عنده مظل قاعد تيف للدوام. نعم. طيب الصلوات مثلا عندكم كيف كانت الصلاة مثلا زي هل كانت موجودة صلاة التراويح أو والله يصلوا كل واحد بيته كل واحد كانت صغيرة يعني يصلوا. نعم. نعم. طيب بالعيد آخر ليلة في رمضان آخر ليلة في رمضان وين كانوا الكبار يروحوا يصلوا العيد؟ كلهم من العصر يغسلوا ويتوضوا وينظفوا حالهم وين بروح مسلم بالطبرية طبرية. وشو كان برنامجهم الكبار بعد ما يخلصوا الصلاة صلاة العيد؟ أنا عارف يدعوا يجوا يعني يزاوروا على بعض وكذا يسلموا على بعضهم. والأطفال يلبسوا لباس جديد بالعيد يسلموا على بعضهم. طب الأطفال كانوا يلبسوا لباس جديد؟ يلبسهم اللباس جديد يعني الله يعينهم. في عندهم ألعاب إشي ولا يروحون على المراجيح أو على والله يروحهم على الست سكينة على هذه على على المقبره يروحوا الولاد الصغار هناك يتسوقوا هناك الطبريه ويروحوا. نعم نعم طيب مثلا يصير عمليات ذبح يوم العيد عيد الفطر هذا يذبح كل واحد يذبحوا. طب وعيد الاضحى نفس الشيء؟ نفس الشيء كل وقت يذبحوا كل وقت يذبحون. طب كان يحتفلوا بعيد المولد النبوي عندكم عيد المولد النبوي الشريف هل كان في له احتفال عندكم في خربه المرج مثلا مرج الكليب؟ والله ما كانوا يحتفلون فيها. والله ما يحتفل. نعم. خميس البيض مر عليه خميس البيض؟ كيف خميس البيض؟ هذا عيد اسمه خميس البيض يصيروا يتفاقسوا بالبيض. لا 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 ما كان هذا موجود عندنا. لا لا. طيب الان راح نتكلم عن طقوس الزواج عمي ابو شاهر. طقوس الزواج. انت ما تزوجت في البلد؟ لا انا هنا جوزت يعني هون في البلاد هاي بتجوز بس وين في الغور ولا في الاردن تزوجت؟ لا والله بشونه بشونه. طيب خلينا نتكلم الان عن طقوس الزواج عندكم في خربه مرج كليب او حمص دوره. الشاب لما كان يريد ان يتزوج شو الاجراءات اللي بيعملها حتى يتزوج؟ من يعني بدك توصف لي موضوع الجاهه هل النساء بيروحوا ينقدوا ولا بينقدوش؟ بيروحوا يشوفوا الجاهه يشوفوا العروس بالاول. طيب بالعاده بتروح جاهه كانت تروح جاهه؟ تروح جاهه كبيره. تروح. طيب المهور قديش كان تقريبا؟ كان المهور 60 ليره 60 دينار. والمأذون منين كان يجي يكتب الكتاب؟ ولا تروحوا تكتبوا الكتاب في طبريه انتم؟ ولا كنتوا تجيبوا مأذون عندكم على الحمى؟ لا هناك بطبريه. طبريه. طيب كان في شيء اسمه هدم العم وهدم الخال موجود عندكم في كيف يعني؟ هدم العم وهدم الخال. ايوه ايوه العباه. العباه. عباه الخال وعباه العم. كانت موجودات عندكم؟ موجودات. وكسوة العروس. تشريط بالخط بل شو اسمه هذا يوم يطلبون العروس يشرطهم هذا بالاول. نعم. وكمان شيخ الشباب كمان هاي ذبيحة الشباب قصدك؟ ذبيحة الشباب هذه قبل نطلع العروس ياخذوها ونقطم العروس بها. نعم. ما ياخذوها يعني الشباب ينقطم العروس. طيب كان في شيء اسمه صندوق العروس؟ صندوق العروس شيء كان موجود هذا صندوق يجهزه صندوق صغير هذا بدل ما تقول غرفة نوم هذا الصندوق الصغير هالقد يحطوا ملابس يحطهم بها الذهب الكسوة والذهب الكسوة والذهب بها. طب عندكم العريس لما اهل العروس واهل العريس بيتفقوا على الزواج العريس كم ليله كان يعلل عندكم انتم في البلد؟ في والله يعلل 15 يوم وفي شهر
تعليل كل يوم يغنوا بهالليل بل يروحوا مثل ما تقول بالنهار يشتغلوا وبالليل يجوا يصيروا هناك شو يضوا حالهم يعني بالليل؟ يولعوا نار مثلا؟ لا يجيبوا مثل ما تقول أربع سطول كاز أربع سطول كاز. نعم ويجيبوا مساج يحطهم بيه تراب ويجيبوا ركابة كأنك لعجة خذوا بيها هذه الركابة يحطهم مساج فوق يحطهم الكاز عليها وتقول لا سنة فوق وصير تجي القرى كلها للعرس زي مشاعل يعملوها يعني شغلة فوق مملعة وتظلها ضاوي المنطقة كلها وطول الليل بظل مولع التراب والكاز كل الليل بس يخص يحطهم عليه يديروا عليه هاي ضاوي البلاد كلها ايوه شايف شيء وبالصاج نفسه يركبوا على الصاج من فوق وشو ركبوا عالي عالي فوق شو يحطوا تحت الصاج ايش يثبتوا بخشب لا ركابة اجريك واجريك واجريك أيوة. ثلاث اجرين هيك هيك يحطوا الصاج فوق وقعدوا الصاج عليه ويحطوا تراب وكاز ويولعوا يحطوا تراب وكاز ويولع ما ظل عليه ديما نقول تجي محيط القرية هذه اللي يعرفون القرية هذه كلها تجي الشباب نعم العرس طيب تقدر توصف لي التعليلي شو اللي يعملوه كيف يغنوا هل كنت تجيبوا فرق مثلا يوم كانت مثل ما تقول المنارة تجي على الدور يلاقوها الزور يلاقوا مثل ما تقول الجاية صرع اللي جاية على التعليلة يلاقوهم احترم يقول لهم يا ميت أهلا وسهلا يوم جيتم والله لو ندري يوم جيتم لندق الدرب ميت أهلا مرحبا هذا يعني حيبهم طب كان يجيبوا حدايين عندكم في البلد؟ حدايين فيه منين كان يجيبوهم الحدايين؟ كان الحطيني كان يجيبوه؟ كان يجي الحطيني يقول أنا الحطين فطيني وأعور من عيل اليميني أيوه هو أعور فعلا؟ أعور هو أيوه طب غير الحطيني هل كان يجي الرناوي العجاوي؟ والله يجي كثير ألا يعني ألا وعيته طب مين كان مشهور عندكم؟ كان يعملوا دبكات وسامر عندكم بالليل بالحفلات؟ دبكات بيعملوا نعم طيب آخر ليلة كانوا يحنوا العريس عندكم؟ يحنوا العريس يحنوا للعريس والعروس كانت تتحنى؟ العروس يروح كان هناك دار مين اللي يروح يحنيها؟ أهل العريس؟ هم هناك أهل العريس تروح على البنات نعم يحننا طب الآن بدنا نيجي يوم العرس بالنهار هل أهل العريس كانوا يعملوا غدا مثلا يذبحوا الذبايح مثل ما تقول مكاتب ما في مكاتب شو في فرس نعم فرس هذه ما تقول زي تاكسي لف نعم يجي على القرية مثل ما تقول قرية العجاوي قرايب العجاوي مثل العجاوي عشيرته مكتوب واحد ايوه ما يودي فلان ويودي لفلان ويودي لفلان لا مكتوب واحد لكل العشيرة مكتوب للعشيرة كلها القرية مثل ملامين للقرية الكوكب ايوه قرية هذه مكتوب من عشيرة فلان الفلاني ايوه مدعين على التعليلة او على العرس أيوة. تجي كلها ذبايح ما ينقطع من نقاط كلها تجيب ذبايح كلها قود يجيبوا ذبايح قود يجيبوا قود يجيبوا ويعملوا مناسف ولا اي شيء يعملوا مناسف رز ولبن يعمل يجي من بيت ويديرهم عليه قصيب داير قصيب مشان يعملوا من مناسف نعم شايف صرف صرف نعم قول 200 منسف 300 منسف 400 منسف هاي اللي عملوها شايف ويعملهم خندق نعم شايف خندق كبير للقدور ايوه يحطهم النار من تحت ويحطهم القدور هذا للرز للطبخ ايوه يطبخوا من المغرب اذا لم للصبح للساعة 9 يخلصهم كل مصفينه قدور وصدور ايوه مثل ما تقول احنا ما عندنا صدور نروح على القريه الفلانيه على القريه الفلانيه نجيب صدورها نجيب فراش من عندها ونفرش السقبال اللي تجي نعم ونعاود نرجع لهم ايوه هذه عادات العرب طيب وكان ينزف العريس عندكم؟ ينزف شو يزفوا على ايش كانوا يزفوه؟ يزفوه العريس يجيبهم العرجه تبع العروس يحطوها على زي على الفرس يحطوها قلادة على الفرس يزينوا الفرس ويجيبهم المخمل تبع العروس يحطوه على المعرقة شايف يزينوها شو المعرقة اللي هي ظهر الفرس؟ العدة اللي يركب عليها يزينوها مضبوط شايف ويزفهم العريس ويكون معزوم العريس عند بيت واحد ثاني مثلا؟ لا يزفوه برا مع المرج سهل مثل ما تقول حوالي 3 كيلو 4 كيلو برا يطلعوا يعني معه يعني منطقة يعني
كل واحد مثل ما تقول انت نار العجاوي عنده يجي 4-5 خيل عصايل جايين مع جايين بالعزيمه وهذاك وهذاك وذلك وهذاك كذلك كل يجي 300 فرس يعمل من الميدان يروح الميدان مد ما تقول 2 كيلو 3 كيلو من يسبق ويردهم يرجعهم ويردهم يروحهم ويردهم يرجعهم ويردهم يروحهم بعدين يحودهم طيب والعروس كيف كانوا يطلعوها من بيتها على فرس ولا على جمل؟ لا على فرس أفرس ومين يقود الفرس بالعادي كان؟ يقود الفرس الوالي يعني لها الوالي لها أبوها أو أخوها الوالي لها وتمشي فاردي لبيت العريس لبيت العريس طب بيت العريس كان عادي يعملوا برزة إلهم ولا في 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 إلهم غرف خاصة؟ لا العريس عند العريس عندهم أيوة ما جاك بالسالفة لما خاصة مطراد أيوة شو يجم ودمينك طمع العريس نقود النقود صفوا مع العريس قاعد وصيها منك طمع عاد شو يقول مثل ما تقول انت تنطيني مصاري خلف الله عليك يا فلان الفلاني محبه بروس قرايبك عموما عاشق النبي مصلي علي نقول طلع العريس ايوه هذا يعني هيك عاداتنا قبل وشو كان عمليه تنقط فلوس ولا حلال؟ مثل ما تقول 20 قرش 30 قرش ليره نص ليره ذاك من هذاك ليره قط ليره ايوه طيب والعروس لما كانوا يجيبوها كان اهل العروس يقولوا بدنا ذبيحه الشباب او شات الشباب ها ودنا ذبيحه الشباب ذبيحه الشباب بدنا نحط قبل كل شيء قبل ما تطلع العروس نعم يقدموا شتيمة الفرس نعم الشباب يقول هذا رئيس الشباب يقول بدنا ذبيحه الشباب يقول لك تفضل هاي ذبيحه الشباب نعم طيب بالعادي كان لما العروس العريس يدخل على العروس يطلع بعد ما يزفوه يعني لما بياخذوه على العروس ياخذوه بزفه اهل الشباب واصحابه يزفوه ولما كان يخرج العريس على ليلة الدخلة يفوت على العروس كان يطلع بعد ساعة ساعتين ولا يضل الصبح عندها ما يطلع لا يضل الصبح للصبح خلاص ما حد يجي عليه غير الصبح ينقطع طب كان يجمع عليه كان ينصمد العروس والعروس لما يجمعوهم ولا ما كان في شيء لا لا ما يجمعهم ما ينصمد لا بعدين كان عندنا نسوان العرس لما يكون العرس عندنا عندنا في ترخيص كيف الترخيص للزلم الرخص سجلوا ستة يلبسهم شروش زي النسوان يلبسهم نسوان عادية شروش زلم زلم أيوة. شروش هذا مرخصين معروفين يعني يودم أصدور والأكل للنسوان مرخصين ستة يودم الأكل يعني. ويرجعهم غيرهم ممنوع يفوت لعند النسوان بعدين لما نزف العريس هن يكون وراء خلف العريس والعريس وينزلهم من قدام وهن من وراء بالزفة يعني طب كان في شيء اسمه صباحية العروس عندكم؟ ها؟ صباحية العروس كيف يعني؟ يعني ثاني يوم الصبح أهل العروس يجيبوا لها صباحية أكل وكذا يجيبوا لهم يجيبوا لهم كان يجيبوا وردة الإجر العريس يرجع يرجع معه ياخذ العروس ويروح على أهلها يروح معه ياخذ معه ايش بالعادي؟ ذبايح ياخذ ذبايح ذبايح طب الآن راح نتكلم عن موضوع اللي هو موضوع المقبرة انتوا كان عندكم مقبره في البلد في عندنا مقبره وين كانت مقبرتكم موجوده مقبره عندنا يعني حوالي كيلو من اي جهه المقام يقول له تل المقام مقام ايش هذا المقبره والمقام هذا بناك ندفن بيه شماليك وشمال الخربي ولا جنوبها لا والله جنوبها 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 مقبره كبيره يعني مقبره كبيره طب بالعادي كان كل المرج كليب يشارك في هاي الجنازه كلها تشارك وين كانوا يصلوا على الميت؟ والله يصلوا هناك عندهم في المقبرة يصلوا عليه؟ لا عندنا بالقرية يصلوا عليه وياخذوا زي طب بيوت العزاء كيف كانوا نظموها عندكم؟ كم يوم تقعد بيوت العزاء؟ سبعة أيام من العزاء طيب أهل الحي والجيران ل تجي يعزوا يعزوا طب كانوا قدموا طعام وشراب لأهل الميت مثلا؟ قدموا يعزمونه يعزمونه نعم طب تتذكر حضرت جنازة شهيد مثلا هل تم دفن شهيد كيف شهيد استشهد أثناء الحرب جنازة الشهيد هي نفسها زي جنازة الإنسان العادي ولا بتختلف جنازة الشهيد والله ما نعرف ما عندنا يوم استشهد ناصر الدين بعد ما صار الحرب يعني ما صرفت عليه لما تحمونا لا هاي راح نحكي عنها فيما بعد قصدي أنا الشهيد اللي قتلوه اليهود لما كنت تروح تدفنوه هل كان في هناك طقوس معينه لدفنه ولا زيه زي انسان عادي مات؟ زي انسان عادي نعم طيب نتكلم عن فريضه الحج الان عمي عن الحج
في حدا عندكم حج من البلد؟ اي حجوا. مين اللي حج؟ اللي يقدر يحج عشان يحج. بتتذكر اسماء من اللي حجوا؟ ها؟ اسماء اشخاص ختيارية حجوا. حسين العلي. حسين العلي. هذا من مرج الكليب؟ لا من المنارة هذا. هذا من المنارة. بتتذكر لما راح حج؟ اتذكر. شو الفترة؟ جو ودعنا كلياتنا ركب على فرس يودعنا نروح على الحج. طب الناس كانوا يروحوا يودعوه يحننوا له مثلا؟ يروحوا يودعوه يباركوا له. ويودعوه. يوم واحد يحج. طب شو الفترة الزمنية اللي كان يغيب هذا الحاج عن كيف يعني؟ يعني كم يوم يغيب عنكم حتى يروح؟ يوم ثلاث اشهر. ثلاث شهور. يركب بالباخرة. يعني يروحوا وين؟ من حيفا. من حيفا. ويروح على الحج. نعم. اللي بده يروح الحج. طب كانوا الناس يروحوا يستقبلوه لما يرجع؟ يستقبلوه. وين يستقبلوه؟ بحيفا؟ في المينا. ويجيب معاه هدايا و يجيب كل شيء والله. طب الناس يعزموه يعزموه يعملوا له ولايه؟ يعزموه يعزموه والله. طب كان في اناشيد ومثلا شيء لما يستقبلوه يغنوا له مثلا؟ كان في شيء معين يغنوا له؟ والله مثل اليوم هذا كان جهل شويه، كان ما في يعني علم زي اليوم. ما كان في علم. ما في علم زي اليوم، يعني علم اليوم. نعم. كويس، كله بيشعل. نعم. طب عم ابو شاهر احنا راح ناخذ استراحه دقيقتين ونتابع فيما بعد، الله يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الحاج حمود موسى إبراهيم حمد أبو شاهر من منطقة حمص دور مرج كليب بالقرب من قرية ناصر الدين قضاء طبرية. وهذا الجزء هو الجزء الثاني من هذا اللقاء، وبه نفتتح أسئلة القسم الثاني والتي تهدف لتكوين صورة عن معاناة سكان القرية خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة وفي منافي اللجوء والشتات. وبداية هذا اللقاء عمي أبو شاهر راح نتكلم عن مشاركة أهل القرية أو المنطقة اللي أنتوا كنتوا تسكنوا فيها في ثورة 36. هل كان لكم دور في ثورة 36 كمنطقة حمص دورة أو مرج كليب؟ والله كنت صغير. نعم. أنا كنت صغير أسمع منهم. يعني أنت مواليد 33، يعني كان عمرك، يعني خلينا نفترض انه ثورة 36 امتدت لغاية 39. يعني بال 39 انت كان عمرك 6 سنوات، يعني بتتذكر بعض المعالم البسيطة او الاحداث البسيطة. لكن انا بدي اسألك يعني شو حكى لك والدك او اللي اكبر منك كون والدك توفى وانت صغير جدا؟ ما لحقته انا. ما لحقته. هلا في ناس كبار مثلا زي عمامك او اقاربك او هالكبار اللي في القرية اكيد سمعت منهم، شو كانت طبيعة المشاركة اللي شاركوها أهل منطقة مرج كليب؟ بيش يعني؟ في ثورة 36، شو كان لكم دور في ثورة 36؟ هل كنتوا تقدموا مساعدات للثوار؟ ما كنتوش تقدموا يعني؟ كانوا في 36. نعم. يقولهم نعم. اليهود يغرزوا الليمون. تجي أصحاب القرية اللي هناك، القرى كلها اللي هناك. نعم. المحيطنا. نعم. اللي معاه سلاح معاه فروعة. يقطع من الليمون لليهود. ما يخلوا ولا غرزة ليمون بالأرض، يقطع من الليمون. هذول الثوار؟ مش ثوار، يعني ما تقول على القرية، القرية يجمعوها كلها هذه الفهمانين يعني. نعم. مشان اليهود ما يغرزوا الأرض. أيوة. يجمعون اللي ثاير ولا مو ثاير. يقول هم إنه يجمعوهم، شايف كيف؟ وإنه هذا اليوم غرزة اليهود 5000 غرزة زيتون ليمون. يجون بالليل يقطعوه كله. مين اللي يقطعوه؟ يقطعوه القرى. اهل القرى يقطعوا الليمون. يقطعوا ليمون اليهود. ليمون اليهود. يسبح مقطع كله. ايوه. مشان ما يغرزوا. حتى ما يثبتوش انه الارض هاي لهم. يضربوها كيف؟ بعد ما يقطعوها يضربوها هيك ويضربوها هيك مشان ما ترعل. يقطعوها يعني. نعم. وبعدين يقطعوا من مية على الاتصالات على الكوبنيات. نعم. المواسير يقطعوها اللي دايره مية عليهم يقطعوها. ينهبهم غنمهم ما يخلوهم يهجوا. نعم. بس 36 هاي يقولها مهجم اليهود كلها، ما ظل بالكوبريات ما ظل هزمه. نعم. طيب بتتذكر لهم بعض المعارك او بعض المناوشات مع اليهود او البريطان؟ هل خاضوا بعض المعارك ثوار 36؟ سمعت عن بعض المعارك مثلا خاضوها الثوار؟ والله في قالهم انه وين طبريه في كساره. الكساره هذا كتلهم 3 يهود. انكتب اسمع منهم يقولهم انه انكتب الكساره 3 يهود. ايوه. طلع الانجليزي يطوق يدور القرى. طبعا مين اللي قتلهم؟ ثوار 36؟ ما انا عارف، يقولهم ثوار. نعم. يقولهم كلهم الثوار. نعم. شايف كيف؟ انا طلع علي دورهم بالاثر بالكلب، وهذا دورهم ما لقى بالاثر. نعم. جم انتقام على 3 قرى، منها المناره، من ناصر الدين، منهم احمد كليب. نعم. هذا حرقوهم كلهم.
الرقم البيوت. يعني عملوا طوق على ناصر الدين ولا على مرج على ناصر الدين طوق. طوق وراء طوق. ايوه. مثل ما تقول يفوتهم جوا وراهم للين هجم. ايوه. الينما الثوار اللي جوا بالقرى. اه. ها يلبس مشور شروش نسوان. شروش نسوان. اه يلبس مشروش ويطلعهم برا ينزموا لان النسوان ما حكوا معاهم. اه. فهمت كيف؟ واللي يقلبوه شباب يقلبوهم يصفوهم عجل هناك. اه. يحطوهم عجل. خلوهم. وشو يعملوا بالقريه نفسها؟ يحرقهم البيوت. ما يخلوا ولا شيء بالبيت. يحرقوه حرق. حرق كله حرق. مش تخريب. لا حرق من مرين. وتفجير وهدم بيوت هل كانوا هدم البيوت كله حرق وتدمير. هل بتتذكر اسماء اصحاب البيوت ان هدم البيوت؟ والله ما يعني ما انا ما اتذكر بس اسمع من الكبار يقولوا هيك ويعتقلوا ناس ويسجنوا ناس ونقم الشباب اللي عمره 20 20. آه. ياخذوهم مثل ما تقول على سجن صفد. على سجن عتليت ياخذوهم على عكا. نعم. ينقلوهم بسجون الشباب هذا اللي ياخذوهم. نعم. وما حد يندلهم يزورهم. ما حد يندلهم. ما يندلهم يزورهم وين يزورهم. آه. ما يندلوا شايف كيف؟ طيب هل تتذكر بعض المعارك خضوها مثلا ثوار 36؟ معارك خضوها ضد البريطان؟ اه بريطانيا يا سيدي بال 36 شو بقولهم؟ يقولهم جمعوا مال القرى كل الجليل كله. اه قرى الجليل كلها مشت وين؟ عطبريه. عطبريه احتلم المركز البريص هذولا لواء الجليل. لواء الجليل كله. آه، هذا في 36. في 36 الجليل كله. نعم. مشهم بالليل الصبح احتلم المركز البريص اللي في طبرية. واحتلم البنك انجلند اي بريطانيا. آه. شايف كيف؟ وخذم المصاري منه. نعم. شايف كيف؟ وجت قوة من الصمخ بريطانية. نعم. واشتبكوا معهم. اشتبكوا معهم صاروا يضربوا عليهم بالهاون بالندافع. نعم. يقولهم هم. نعم. آه يقول نعم. أنا أسمع هيك يعني. نعم. انه احتلم طبرية وصار طلع على الجامع يأذن الله اكبر الله اكبر شايف كيف؟ ولا هذه الكمبانية حزات كيبر من الشمال من الجنوب. نعم. وفي حزات بايت من الجنوب. نعم. هذا نحتلوهن حرقهم دورهم كلها ما خلوا لهم دور ولا هزمة اليهود. نعم. وين فاتهم؟ فاتهم على الجامع جامع طبرية صار يأذن فيه الله اكبر الله اكبر احتلم طبرية الانجليز راحت يعني من ما تقول ظلم للساعة ثاني يوم احتلت عودة الإنجليز. نعم. احتلت منهم أما خدم البنك وصار البنك كله خدوا الثوار. هذا اللي جم فزعم يعني العطبرية. أيوه. واليهود هجت مثلا كبانيات من مرة صارت تسكن العرب. العرب يسكنوا بدور اليهود. طب تتذكر الكبانيات أسماء الكبانيات اللي هربوا منها اليهود؟ هربوا من سرجونيا. سرجوني. وهربوا من البرية. البرية. بين البرية. نعم. هذا حوالي 4 كمبانيات. طلعوا منهم. هربوا منهم. وسكنوا فيهن العرب. سكنوا فيهن العرب. نعم. طيب انتم من عائلتكم من مرج كليب من حمص دورة هاي المنطقة اللي انت كنتوا تسكنوا فيها. هل كان في عندكم مثلا من اشخاصكم او من المواطنين الموجودين هل كان في هناك ناس شاركوا في ثورة 36 او قادي مثلا؟ كان في واحد قايد اسمه ابو عمر الدلكي. ابو عمر الدلكي. هذا كان قايد. كان قايد اخوه فصيل. اسمع منه ماني. نعم. شايف كيف؟ وفي واحد خالد السعود. خالد السعود. هذا من برضو دلكي. من القريه من سردونيا. وخالد السعود في واحد من المطر صقري. صقري. هذا ما عرفين هذا كانوا بياده. نعم. طيب يعني طبيعة أهل البلد أو أهل المكان اللي أنت كنتوا بتعيشوا فيه شو كانت طبيعة المساعدة اللي يقدموها لثوار 36؟ خبز وأكل. نعم. أي ودوا لهم أكل وخبز. ودوا لهم أكل وخبز. أكل وخبز. ومبيت ونوم مثلا أو كذا. مثل ما تقول مثل ما نجمع القرية هذه المختار يقيم أكلهم من القرية. نعم. هذاك يقدم هذاك يقدم هذاك يقدم للمختار والمختار يطعمهم. نعم. طيب نتيجة أنتم كنتوا تقدموا مساعدات لثوار 36 قوات الاحتلال البريطاني كانت تعمل مداهمات وأطواق على القرى اللي بيساعدوا الثوار. كانوا يعملوا عقوبات جماعية وينكلوا بالكبار والصغار. هل منطقتكم أنتم هاي منطقة حمص دورة ومرج كليب عمرها يعني صار عليكم مثلا هجوم أو تفتيش على الثوار؟ جاء دعاء أنت هذا الحكي؟ أنا أتذكر يعني من اللي سولفهم. شو اللي صار؟ يقولهم أنهم كتل 5 يهود
غربي احمق ليه. ايوه قلت لهم كوباني هناك خمس يهود. نعم الصبح يقول لهم طلع القص يقص الأثر. وين جاء الاثر؟ مارق من عند القريه تبعنا. نعم وين رايح؟ نصر الدين. نعم ما يلم على القريه. اه ضبهم القريه الشباب كل الشباب بالقريه. نعم ها هذول جابوا الكلب يشمهم. نعم الكلب ما لقى ولا واحد منهم. شايف كيف؟ هم ظلمنا نفذين على نصر الدين العطبريه. نعم اللي عملهم العمليه. نعم شايف؟ ايوه ظلمنا الدين هناك. عقب يومين اجمعهم القريه اللي عندنا جمعوها كلها اللي هي مرج الكليب. ها مرج الكليب. اه طوقوهم بالليل، يقولها طوقوهم بالليل ما وجب حدا. وين فلان وين فلان وين فلان وين فلان؟ صاروا ياخذوا من الشباب وين؟ على لان الطريق ما علينا يعني طريق مزفة، طريق محجر. نعم يعني طريق تربيه. ومحجر ما يصل للقريه، يعني السياره تقف حوالي 2 كيلو عند القريه. نعم شو يجمع القريه طوها؟ الشيء لما ودهم اياهم يعني ينفوهم. شايلهم كل واحد حجر قد الوساده. نعم عزلوهم هيك لعند السياره جزء. الله وياخذوهم ما يبينهم شهرين ثلاثه اربعه خمسه اشهر ما يبينهم. هيك يقولهم يعني. طب تتذكر حكوا لك من اسماء هذول اللي اعتقلوهم؟ من الاشخاص اللي تم اعتقالهم من مرج كليب من منطقتكم؟ والله اسمع هيك بس يعني. ايوه اسمع هيك. طب شو المسافه اللي يمشوهم فيها يعني يحملوهم الحجر هاي؟ الحجر جزء انهم قديش يمشوهم؟ نص كيلو كيلو؟ 2 كيلو ما يفوت البكم السياره. حجر محجر ما في طريق علينا. أيوة. طريق تربيه ولا حجار. وشايلهم هذه الحجر هيك ويظل ماشي فيه. ها ويظل ماشي لعند السياره؟ لعند السياره، وكل ما يدير مية يضربه. يضرب البريطاني يضرب. هاي من العقوبات، من وسائل التعذيب اللي كانوا عذبوها. هذا العذاب. هذا يعني العذاب عندنا ظاهر انا، لكن بس جون ابصر شو يعملون بهم. طب هذا مبيوت في هذا اليوم؟ ها هذا مبيوت من عندكم من 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 مرج كليب؟ ها حرقم البيوت. حرقم حرقوا البيوت، حرقم القريه كلها. اول مره ما قلت لك انا. اول مره حرقوها. ثاني مره هاي لما صار؟ لا هاي ما حرقوها، بس خدمات الشباب. اخذوا الشباب ينقوهم. كم واحد اخذوا تقريبا؟ خدم كثير كثير. ينقم وياخذهم شباب. نعم. وبعدين يا سيدي مشوا لك على المواشي الغنم كلها. كل القريه كلها الغنم جمعوها، كل الغنيم. جمعوها وين؟ عند دار المختار. غنم البلد. غنم البلد. عبي 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 بالسيارات ياخذون الغنم للجيش البريطاني. الجيش البريطاني يعني نهب عادي. نهب عادي ياخذهم يملم سيارات نقل تبعت الجيش يعبوها وخذوها. من عندكم من مرج كليب؟ من مرج كليب. طيب كان يعني تتاثر يتاثر وضعكم الزراعي مثلا من البريطان ايام هاي ايام ثوره 36؟ يعني زراعتكم كانت تتاثر؟ لا لا احنا نزرع يعني عادي. كنت تزرع؟ نزرع. نعم. طيب ما كانش يصير عندكم فقر وحالات يعني وضع مش طبيعي بالناس؟ لا لا خير الله علينا، خير كثير. خير كثير عندنا كثير، وعندنا يعني مواشي وعندنا يعني ما بسيط. نعم. طب بدي اسالك عن اسماء مثلا من استشهدوا في ثوره 36 من منطقتكم، هل بتتذكر اسماء من استشهدوا؟ ناس استشهدوا يعني قتلوا في ثوره 36؟ انقتل قايد بن عيسى من علم. من علم. قائد اسمه؟ قايد بن عيسى. هذا مغربي. مغربي. هذا انقتل بوادي الشرار. بوادي الشرار، في معركه وادي الشرار. هاي ضربته الطياره، ظلهم يضربوا عليهم بالطياره وانقتل هناك. نعم. انا هيك اسمع من الناس. انا ما شفت. عندكم من المرج ما حد استشهد؟ عندنا لا. 36 ما حكوا لك انه حد استشهد او ناس اعتقلوه مثلا؟ يحتاج له اعتقالات. 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 اما اسماء ما انت حافظ من اللي اعتقلوه؟ ما سمعت. نعم. طيب هل كان يصير مناوشات بينكم وبين اليهود، مش بينكم وبين البريطان، في ثوره 36؟ ياخذهم الغنم يلعبوها اليهود. كان نقتلهم. يصير اشتباك بينكم؟ يصير اشتباك. اشتباك. نعم. بالحجار. 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 نكسرهم وناخذ غنمهم وغنمهم. ايوه. احنا كنا نقتلهم. من انو مستوطنين كانوا يهاجموك؟ كان تبع يمه. مستوطنة يمه. مستوطنة يمه هذه. نعم. هذا من السفزتية. نعم. طيب عمي ابو شاهر، كنت تعرفوا انه في هناك مخطط صهيوني كان يهدف الى افراغ فلسطين من شعبها وانتم في البلاد قبل النكبة؟ احنا كنا نسمع من الكبار. شو يقولهم؟ يقولهم انه يقولهم اليهود
الإنجليز كان عندنا حاكم مندوب السامي حاكم إداري نعم كان فلسطين نعم كان يودي يقول لك لإيطاليا 100,000 شهادة إنه موليد فلسطين هم مو موليد فلسطين يهود هم يهود لكن من أوروبا يقطع لهم جوازات يوديها اليوم لهناك مشان يجمع البواخر ايوه يجمع البواخر عمية حيفا اسمعهم ويجي يقولهم نعم وانا اتذكر هيك سولفهم او يجي على اساس انهم مواليد فلسطين مواليد فلسطين مثلا يودي على تركيا يودي على بريطانيا يودي على المانيا انهم يجمع انهم مواليد فلسطين هاي جوازاتهم نعم مواليد فلسطين هم مو مواليد فلسطين نعم لما يساوى بال 150 نعم نعم فلسطين نعم عند اعظم من هو مندوب السامي هيك انت اسمعني طب سمعتوا في قرار تقسيم فلسطين اللي صدر بشهر 11 عام 47 هل سمعتوا في هذا القرار عام 47 قرار تقسيم فلسطين سمعت انا في كبنيه محيطيتنا كانت 17/11 علقم الاعلام البين اشكره 17/11 علقم الاعلام الاسرائيليه على اساس انه قبل السبع قبل 17/11 وعد بلفور قالوا انه هذا الكتاب الابيض احنا ابيض ما في شيء يقولوا كتاب ابيض ما فهم عليه كتاب الابيض عرفت كيف؟ يعني المستوطنين رفعوا اعلام عندهم؟ رفعوا الاعلام العلم الاسرائيلي، صار مكاتلهم في حيفا وكاتلهم وين ما كان، هذا الحكي 17/11 ال 47 بال 47 على اساس انه الان صار لهم دوله ايوه اخذوا استقلال ايوه عاد ايش؟ واحد واحد ايوه بال 48 زادوا بلشوا زادوا صار يهاجمونا يهاجموا قرانا ايوه طيب الان احنا راح نتكلم عن مرحله ما قبل احتلال القريه والدفاع عنها، يعني الان نتكلم عن المعارك اللي صارت اللي حصلت في مرج كليب اللي هي منطقة حمص دورة ومنطقة ناصر الدين. هلا لما بدأت الحرب ما بين العرب واليهود وبدأوا اليهود باحتلال القرى العربية. أنتوا في منطقتكم هل فكرتوا أنكم تدافعوا عن القرية؟ ندافع دفعنا لكن ما طلع بدينا. طب قبل الدفاع هل فكرتوا في شراء السلاح عمي؟ أنا يا سيدي مثل ما تقول كان عمرك الآن 15 سنة واعي. 15 اسمع وقولهم هم يقولهم شو يقولهم؟ يقولهم المخاتير مطلوبة للقيم المقام. أيوة. كله جليل نعم قراها كلها زي قرى اربد مطلوبه لعين لعند قيم المقام نعم راهم لعند قيم المقام قال لهم تعرفهم انتم ليش جايين لعين وين كان موجود قائد المقام هذا؟ طبريه في طبريه هذا زي المحافظ عندنا يعني هسه نعم قال لهم والله احنا بدنا ننسحب من فلسطين هذا البريطاني البريطاني نعم وانتم كل مختار نسلموا 10 بندقيات و10 10 مشات في الشكل ايوه كل قريه 10 بندقيات وعشر وكل باروده 10 مشاط يعني 100 طلقه كل باروده 100 طلقه طب انتو خربتكم مرج كليب كانت تعتبر قريه؟ قريه لما مين مختار كل اللي كان وقتها؟ كان مختارنا ما اقول لك دياب الابراهيم دياب الابراهيم ومين كان مختار ناصر الدين؟ مختار ناصر الدين حسين العلي حسين العلي يعني ذياب الابراهيم اخذ 10 بنادق وناصر العلي كل قريه عندنا بالجليل مش بتسعنا قرانا اخذوا 10 كل بنادق كل قريه بالجليل اخذوا 10 مشان ما يخلوا عتب عليهم الانجليز سلحهم مثل ما تقول قاعد يسلحوا العرب سلحهم جاء منهم واحد من جماعتنا قال البروده على الكحله البروده الجديده والفشك الجديد قال لهم بس ودي اني افتش الفشكه من ال 100 طلقه ايوه ال 100 طلقه شو نسوي بهن؟ حطها بالزبطانه الرصاصه نعم حطها بالزبطانه وقال لها هيك انه قطن اسود كله قطن اسود غير الكبسونه بس قصة الطلقه هيك ثلاث عجل شوف كيف الانجليز ابن الحرام وهيك كل البنادق اللي سووها كل البنادق هيك كلها قطن قال لهم واحد من جماعتنا قال لهم غير ما الفشك كله هذا الباروده كويسه اشتروا فشك اشتروا فشك اشتروا فشك طب هل شريتوا سلاح اخرى بالاضافه ل 10 بنادق؟ واحد من الكبار العليين هذا مثل ما تقول ابو عارف الويبي ابو عمر الدلكي هذا مراحم على الشام الامه يقولها الامه جاموا فشك بارود عندنا كم بندقيه كان عندكم في مرج كليب؟ كل قريه بها 10 بندقيات فقط يعني انتم كان يعني انا بدي اتسلسل في الاحداث حدث حدث عمي اول شيء في مرج كليب اللي هي منطقه حمص ديره هل صار فيها قتال؟ لا نزحنا بس شفنا ودنا نقتل ايوه نزحنا وين على ناصر الدين حمايه يعني نجمع مع بعضنا قصدي قبل ما تنزحوا على ناصر الدين هلا انتم موجودين في مرج كليب
هل صار مناوشات مع اليهود؟ لا ما احنا شفناهم ودهم يضربونا يعني. ايوه شفناهم يعني مخيلين ننقتل. انسحبنا وين؟ دشرنا القريه كلها. تركتوا القريه كلها؟ كلها دشرنا. طب كان هجوم عليكم في هاي اللحظه؟ عارفين 100% ننضرب يعني. لا قصدي قبل وانتم خارج، هل كان في هجوم فعلا عليكم؟ مو لما كنا ما نقدر نروح. يعني مثل ما تقول نروح نزرع نفلع ما نقدرش. ما تقدر تروح نفلع ولا تزرع. يضربونا. طيب خلينا نتكلم عن الرحيل تبعكم. مين كان صاحب القرار في رحيلكم عن ماجيك ليب باتجاه ناصر الدين؟ المختار؟ كنا على المختار وكنا اجتمعنا معه. اجتمعوا؟ قلنا يا جماعه البارود 10 بندقات، شدني كاتل 10 مشاب. خلينا نروح مع بعضنا نجتمع كلياتنا العشائر، مثل العشائر كلها تنجمع بناصر الدين ونكاتل هناك ضد اليهود. طيب بدي الان اللحظات الاخيره لك في ماجيك ليب. انت كنت واعي طبعا وكنت موجود في بيتكم وكنتوا موجودين يعني امك ومرت ابوك واخوانك 12 الرجال والنساء او الاطفال او البنات. طب يعني كانت الفكره انه انتوا جماعه سدوره وجماعه الكديش والبحر وسرجونيا وبيت جن وبور هذول انتوا كلياتكم قررتوا تروحوا على ناصر الدين؟ كلياتكم كل الخرب مش بس خربتكم القرى المحيطه بها بعد كلها بدها تتوجه لناصر الدين حتى يكون هناك دفاع مشترك. ايوه يكون دفاع مشترك. طيب شو اخذت معكم من 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 منطقه ماجيك ليب اللي انت كنتوا ساكنين فيها؟ شو اخذت امك واخوانك الكبار؟ ولا اللي مثلا الاغراض الثقيله ظلت بتدور. ظلت بتدور. نعم. فراش ما فراش كله ظل بتدور. حملتوا على الدواء؟ بدنا نرجع يعني. بس شيء ممكت يعني. يعني شو باعتقادك كم يوم كنتوا ناويين تغيبوا انت فكرت؟ ما ندري، احنا ما يعني هو ما جاء سوى. فكرت اسبوع يعني؟ يعني اسبوع يا اسبوعين. اسبوع اسبوعين. تركتوا حلالكم في المكان نفسه؟ لا جبناه معانا، اخذنا اللي هناك كله. اخذتوه عناصر الدين؟ حبوبكم والقمح كل... لا القمح ظل هناك من المخازن. في المخازن؟ ادوات المطبخ، ادوات ال... كله ظل هناك. ظل في هناك؟ ابدا ما جبنا معانا شيء. طب في ناصر الدين انتم وين كنتوا بدكم تسكنوا؟ يعني معكم بيوت شعر بدكم تسكنوا؟ بيوت شعر. طب شو اخذتوا معكم حلال؟ حملتوا على الدواب على الحمير؟ لا ماشي قريبه 103 كيلو عنا ماشي ماشي عادي. طيب قريبه هلا طبعا انتم في مرجي كليب ما حفرتوا خنادق ولا حاولتوا تعملوا حراسات ليليه، هل كانوا يحرسوا بالليل في مرجي كليب؟ بالليل جم اليهود علينا بالليل في مرجي كليب. احنا مرجي كليب جم ومتخبز. ليش احنا نزحنا؟ لانهم طوقونا بالليل استطلاع جم اجوا استطلع بس جم استطلع هذا في الليل قال لنا مش تخبزي؟ قالت لنا خبز للاولاد ياكلوا. دخلوا اليهود عليكم يعني؟ دخلوا بس ما قتلوا. ايوه قال لنا مش تخبزي؟ قال والله نخبز للاولاد لنا للبيت. بليل عتمه. قام قال لا مش للثوار؟ قالت له لا. انت كنت في البيت وقتها؟ انا صغير شفته وجهي ذيك كان زي الحلو. عمرك 15 سنه؟ وجد عليها. والله ما ضربنا ما قتلنا لكن امي قالت. وكل كم واحد اللي اجوا؟ جم يجي ثلاثه ما ادري اربعه اللي هم خشم علينا وباقي اهل البلد كلهم لابسين كت بسلاحهم الكامل. ايوه. قالوا انت تخبز لي اللي قالت له تخبز الثوار بعد ما الامر ما جاء. بعد ما جاء 17 11 بعد ما اجى 17 بعد ما جاء. ايوه. لان قالت امي اليوم جم بكره للقتل لنا. امي ما ابوي ميت. والاخوان وهذاكم كلهم قالت لهم لازم ننزح على نصر الدين. احنا رايحين سلاح ما عندنا يكفي وما في مقاومه نقومه. هذا امك؟ هم جيش اللي جينا. جيش عادي كت كامل. نعم. والله هذا اللي صار. طب انتم لما نزحتوا من مرج كليب ما ظلش ولا واحد في مرج كليب؟ ما ظل ولا واحد. ولا الكبار حتى؟ ولا الكبار. الكبار غير الدور. غير الدور. غير الدور. نعم. طيب وصلتوا ناصر الدين الان. لقيتوا كل الست فخاد او الخمس فخاد كل موجودين في ناصر الدين. العشائر اللي موجوده وهي الخوالد السقاره يعني كل العشائر اللي هناك موجوده بالجليل فزعت لنا من الجليل جاي. واجوا على ناصر الدين. المسلحين كلها جت. ناصر الدين. ناصر الدين تقاوم ضد حمايه الطبريه. نعم. طبريه لسه مش ساقطه طبعا. لا مي ساقطه. لانه مو ما اقول لك سقط ناصر الدين تسقط طبريه. عرفت كيف؟ طيب الان بدنا نتكلم عن مرحله الدفاع في ناصر الدين. مرحله دفاعكم في ناصر الدين. طب بتتذكر عدد المقاتلين اللي كانوا في ناصر الدين؟ اللي كانوا بده يدافعوا عنها يعني اللي معهم سلاح ومعهم بنادق؟
الشاب السعيد الصقري. هذا الشاب القائد كان؟ كان قائد، وقائد أبو عارف قائد، وكان قائد أبو عمر دلكي، وكان قائد أحمد موسى دلكي، هذا من قيادة كانوا، يعني هم دارين العمل ضد اليهود. أحمد موسى هذا أخوك؟ من القادة اللي كانوا؟ من القيادة هذا كان. طيب عدد المقاتلين في نصر الدين قديش كانوا تقريبا؟ قديش كانوا عدد المقاتلين؟ يعني كانوا 100 شخص قول من فوق 800-900 واحد. 900 مقاتل كلهم في نصر الدين موجود. كلهم كانوا مقسمين على 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 المدخل اللي بتدخلوا اليهود. يعني اليهود انتم كان باعتقادكم يقول له تل معون في تل، هذا يقول الشيخ قدون جبل. انتوا كنتوا خايفين من انو منطقه يهاجموكم؟ احنا خايفين من من الجنوب، خايفين من الشمال، ومن الغرب، ومن الغرب، لان احنا برض محتفظه وما برض عاليه. وانتوا كان شرقوا باء البحر. احنا شرقنا البحر طبريه. طبريه ما كان كان في خوف يجي منها اليهود؟ لا، هم يمشوا يجمع السهل مشان سيارات تنقل. نعم، سياراتهم تنقل جنود. طب هل صار عمليات تدريب على السلاح في ناصر الدين؟ تتذكر صاروا يتدربوا على السلاح وكذا؟ كيف الشباب يعني؟ يتدربوا على السلاح المقاتلين، ولا كانوا مدربين جاهزين كلهم؟ والله هذا ما اللي هم اللي كانوا يعني مدربين هذا. نعم. بس اليهود لما جم طوقونا المغرب. لا هسه بدي انا قبل قبل يعني خروجكم من ناصر الدين. هل انتم العشائر كلها تجمعت في ناصر الدين؟ في ناصر الدين. هل عملوا حفروا خنادق حوالين القريه؟ محجر، كلها محجر، كلها محاجر، كلها محاجر. يعني الانسان المقاتل يلقى بحجر للرصاص. يعني ما حفروا خنادق؟ لا ما حفروا، كلها محجر. طيب انتم بعد ما رحلتوا على ناصر الدين عم ابو شاهر، كم يوم مكثتوا في ناصر الدين قبل الخروج النهائي من ناصر الدين؟ شهرين. قعدتوا شهرين في ناصر شهرين. الدين. وطول الشهرين هذول كان في حراسات ليليه من 1/1. ايوه 1948 اليهود كاتلهم. وين كاتلهم؟ اول ما كاتلهم كاتلهم في حيفا بالحسبه، جابهم برميل. ايوه، وحطهم بالغام. وضربهم الحسبه، الحسبه طيب. المركزيه. نعم. قديش انقتل؟ بانو شهر هذا؟ 1/1 هذا 1/1 48 اول ما بشرهم بهذه. قديش قتلوا في ذلك؟ قتل 300 واحد بالحسبه المركزيه من العرب. العرب صارت تقول اليهود سووا بنا سووا بنا، الناس صارت تمشي مع بعضها. نعم. مثل ما تقول القرية هذه تجي على القرية هذه. طب انتم متى رحتوا؟ بتتحافظ التاريخ اللي تركته فيه مرج كليب؟ حافظ التاريخ؟ حافظ. شو التاريخ كان؟ يعني 5/1. يعني بعد ما فجروا بحيفا باربع ايام خرجتوا من جم هم مغربين في قرية السقارة. هجموها بتبعد لنا 5-6 كيلو. هاي السقارة غربيكو. غربينا. هذه هجموها وما كتلم ولا واحد، بس جمعة حرقم القرية. وجمعة الغنم، الغنم والمعز والبقر. واخذوه وذبحوه، قنابل يضربوها اليهود، كتل من مرة كل الحمير والبقر والجمال كله كتلوه. شو اسم هالمنطقة؟ اسمها السقارة، خربة السقارة. خربة السقارة هاي برضو من دلايك اللي فيها؟ لا مو من دلايك، بس عاد جيراننا يعني. جيرانكم. انتوا لسه معكم؟ ما زلتوا في مرج كليم؟ ابعدنا. طب هذول وين اهلها؟ وين راحوا؟ انهزموا معلوبيه. انهزموا علوبيه. انهزموا علوبيه. قتلوا ناس منهم؟ ما قتل ولا واحد منهم، لكن خدم الصناديق الصغيره هذه بها ذهب وبها عرق، خدم الذهب ونجم اليهود. اخذوا الذهب واخذوا يعني ثروات. كان في واحد يقاوم اسمه شاب، يقاوم طلقه طلقه فوقهم. في السقاره. من السقاره يقاوم طلقه طلقه يضرب عليهم. انهزموا، انسحبهم، انهزموا. انهزموا. قلنا بكره يعملون بنا مثل ما عملوا بالسقاره. أيوة. خلينا ننسحب. ايوه. شو كان التاريخ بالضبط؟ 5/1؟ يعني 5/1 هيك شيء. خرجت 1948. 5/1 رحت لناصر. بدم يعني القتال خلص ما يوقف عند اليهود. نعم. ابدا. طيب خلينا الان نتكلم عن الشهرين اللي عشتوهم في ناصر الدين. الشهرين اللي قبل ما تخرجوا. هل صار هجمات على ناصر الدين خلال الشهرين؟ يعني الشهرين واحنا نتحدث كيف كيف بدنا نصمد لليهود، كيف بدنا نقبل وجوه اليهود، كيف بدنا نقتلهم. نعم. يعني كلهم يحدثوا مثل هيك، كلهم يجون بالقريه، كل مثل ما تقول كل 100 واحد، كل 200 واحد، كلهم يعني يسولفون بعضهم. نعم. كيف بدنا حالكم؟ الفقير اللي معاه بارودة يشتري، الغني يشتري بارودتين ثلاثة مثل للمعمعة بارودة. أيوة. وصار جمع فلوس وجمع جمع أموال. فلوس مو جمع فلوس. يجمعهم ويشتري بارود للمعمعة سلاح. جمع فلوس يعني. جمع. منين راحوا اشتروا سلاح؟ من الأردن، من سوريا، من مصر. لا على الأمة قال. على الأمة على سوريا يعني.
يقول هلوم ما ندري. ووزعوا سلاح على الشباب. وزعوا سلاح عليهم. طب تتذكر كانوا يحرسوا بالليل؟ كنت تشوف ال نحرس. يحرس. يحرسوا بالليل. هل كنت تروح كان في واحد يحرس وين؟ من غربي ناصر الدين للشمال. للشمال. اسمه غورو. شو اسمه؟ اسمه حسين غورو. حسين غورو. هذا من دلايكة برضو؟ دلايكة. هذا يا سيدي اليهود جم استطلع. لندروفر. نعم. وين جاء؟ هو رابط كله بالليل يعني الجبل كلهم كله مناضلين. شايف؟ جم اليهود على منطقة اللي بها غورو. غورو. نعم. هذا يا سيدي غورو شافهم هم مو شايفينهم. قتلهم الثمانية هذا. ضربهم قلب له. ضربهم قلب له قلب له قتلهم الثمانية. للثمان يهود. اليهود. هيك سولفهم يعني. هذا قبل الرحيل. قبل ما يجم اليهود. ايوه. هذا ما استطلع جم يشوفهم كيف الوضع. نعم. في حدا ما في حدا. في نعم. حرسات ما في حرسات. نعم. قتلهم ثمانية من اليهود. طب. اللاند روفر كلهم قتل. طب انتوا وانتوا موجودين في ناصر الدين عمي ابو شاهر يعني عائلتك تركتوا كل اغراضكم في 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 هذا في مرج كليب؟ تركناها. طب كنتوا كيف كنتوا تاكلوا؟ منين كنت نجيب ناكل؟ كنتوا تروحوا على نجيب منا. طب ما دخلوها اليهود بعد ما لا ما دخلوها لا ما دخلوها. كنتوا تروحوا على البلد وتجيبوا؟ نروح نرعى هناك ونسرع بالغنم بالنار ونجي وترجعوا على ناصر. نرجع. طيب بس القرى شو سووا بها؟ عقب يعني اسبوعين ثلاثة قبل ما يعني ما عاد نروح عليها. شو جيبوا لك؟ كتبهم بالعربي وبالعبري. ممنوع الدخول ملغومة. هم يصرحوا. كتبوها بالعبري وكتبوها بالعربي ممنوع الدخول على القرية ملغومة. على قريتكم. على قريتنا وعلى المنارة. القرى اللي ودهم اياها هم حطهم عليها بالعبري وبالعربي ممنوع الدخول عليها قرمات. قرمات نعم. مناطق يعني ملغومة محظورة. محظورة. انت هل انت من الناس اللي رجعوا للخربه؟ هل رحت جبت اغراض؟ رحت. رحت. رح معهم على غنمي. ايوه. طيب الان اكيد معناه كان في هناك خط الدفاع وضعوها شباب ناصر الدين او المقاتلين حتى يدافعوا عن القريه. تتذكر كانوا يحرسوا كيف بالليل؟ يعني الشخص يطلع يحرس طول الليل ولا له ساعتين ولا كيف؟ والله هي كلها تجتمع مع بعضها وتظل الصبح. نعم. يعني هذاك يروح هذا وهذا يروح هذا يعني محتاجين إن متوقعين إن بدنا نضرب. نعم. يعني 100%. طب أنتوا في ناصر الدين عملوا استحكامات ولا بس طبيعة الأرض هي لحالها؟ طبيعة الأرض هي كلها حجر. يعني ما بنوا استحكامات ولا حتى سواتر ترابية ولا أي شيء؟ لا 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 ما سوينا شيء. طب عمي أبو شاهر قرية ناصر الدين هل صار عليها عدة هجمات ولا هجمة واحدة وخرجتوا؟ هجمة واحدة 14/4. هجمة واحدة 14/4 بس مرة واحدة. ما صارش قبل هيك هجوم عليها؟ لا ما صار ولا صار. بس اللي صار بها الكتل الثمانية. هذا اللي هو الغور. هو غور. هذا كتل الثمانية استطلع على جنب يطلع. نعم. هذا ما كتله. طب أثناء تواجدكم أنتم في ناصر الدين تتذكر ثواركم ثوار ناصر الدين أو الناس اللي بيقاتلوا بدافعوا عن ناصر الدين هل قاموا بفزع لقرى عربية أخرى؟ عملوا فزعات؟ طلعوا ساعدوا مثلا زي قرية مثلا الحدثي أو أو كفر كما؟ هذا كل القرى قامت ناصر الدين كلها جت ساعدتنا خشت بالمعركة. بالمعركة الأخيرة. حطين نمرين عرابة كل القرى الجليل فزع لنا معانا مع النضلين. مع النضلين. كان يودينا أكل يودينا خبز وكل شيء. طب هو الهجوم اللي بدأ على ناصر الدين كم يوم استمر الهجوم؟ بدأ من الساعة يا سيدي الصبح الفجر. أيوة. ظل من الساعة 6 المغرب. وأنتوا تقاتلوا. وإحنا نقاتل. ثمن خسر في الشكل. صار صوب معانا يجي 3/4. طيب الآن بدنا قبل خروجكم راح نصل لساعة الصفر ساعة الخروج النهائي وانتوا في ناصر الدين هل استقبلتوا لاجئين من قرى عربية أخرى؟ كيف لاجئين يعني؟ يعني ناس خارجين من قراهم أجوا لجؤوا لناصر الدين؟ قرى كل المحيطنا ناصر الدين كلها جت معانا هناك جمعنا مع بعضنا. شو هي القرى اللي اجتكم؟ سقارة جت علينا اللي انضربت. الخوالد. نعم. سرجونيا. هذه كمان معانا جت. نعم. وهيب. ولي وهيب. اجوا كلهم على ناصر كلهم الدين. كلهم جمعوا هناك في ناصر الدين اجي حوالي 5 قرى. نعم. طب الان بدك تحكي لي لحظه في لحظه يعني قبل خروجكم هل هناك عائلات خرجت قبلكم مثلا باسبوع باسبوعين بشهر
هربت من ناصر الدين؟ بس طلعنا الولد صغر. طلع الولد صغر. أطفال بس طلعناها على قبي. لأن أطفال أطفال صغار هذه عارفين إن يعني الترضع واللي هما قالوا الوعين قالوا أطلع مع أطفال صغيرة. أنت طلعت معهم؟ أنا طلعت معهم. مع اللي طلعوا؟ لا ما طلعت معهم يعني قريب عليهم. يعني بس بعيد شوي يعني. طب المعركة الأخيرة شهدتها أنت شفتها؟ أنا شفتها. كنت موجود؟ كنت موجود. طب الآن بدي تحكي لي لحظة في لحظة من ساعة الفجر شو اللي صار بالضبط؟ كيف صار الهجوم عليكم؟ اليهود يا سيدي ما طورنا من جبلة وطورنا من الغرب وطورنا من 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 الجنوب. من الجنوب والشمال والغرب. نعم. هيك. شو كان استخدم؟ شو السلاح اللي كان؟ كان هذا الغور اللي المنطقة اللي أنا عليها الجهة هذه. المرضين اللي عنده على الجهة هذه. ومعاه مجموعة. والوسط اللي كان وسط ناصر الدين على على نص الجبل. ايوه جبل عالي ومن تحتها مختفض الارض. نعم. وبيجي منطقه هيك. نعم. ثانيه. طيب الان ساعات الفجر الاولى بدا هجومهم، كانوا مشاة ولا بدبابات ولا بايش؟ كانت طياره من هذا تبعت الرش ترمي هناك. تهدي. كان يعني في طيارات الرش هذه. كانت سيارات باصات ايجد هذه تجيب وترمي. باصات يهود سويل يعني. نعم. يجيبوا ميرمهم هناك على الشفا. كله حواليكم؟ كله حوالينا يرمهم. وبدوا في اطلاق النار؟ بدوا باطلاق النار. طيب انت وين كنت في هاي اللحظه لما بدوا باطلاق النار؟ كنت موجود هناك يعني عندهم في ناصر الدين. شو كان دورك انت؟ شو عملت في هاي اللحظه؟ ولا شيء. اما كانت بدرينا اما كانت موجوده امي طيبه. يعني كانت خارجه ولا بعدها موجوده في ناصر؟ امي كل النسوان الجمعه للدار دار حجر. حطتوهم في دار حجر؟ دار حجر 300 مره. واحنا معهن. نعم. هي من قالوا اليهود اليهود احنا نزلنا صغار طلعنا برا طلعت النسوان جوا. نعم. طب انت شو قدمت؟ هل كنت تساعد في عمليه القتال مع اخوك؟ ذكرت لي انه كنت انا كنت مثل ما تقول يعني مثل ما تقول يعني ايام نقدم ميه لهم. نقدم ميه لهم. تودوا لهم ميه؟ نودي لهم ميه مثلا نودي لهم في شك مثلا اللي خاصوا على شيء المعركه يعني. نعم. أخوك في أنو منطقة كان يدافع؟ كان أخوي بالوسط. في منطقة الوسط. اسمها منطقة ولا شفتة؟ الشفتة. نعم. هذه يا سيدي بيتل بها. تل صغير. يعني قدر يدلي ما أدري مين أجيب اللي هو مراقب بي. اليهود يضربهم يلا 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 حلب مدافع هاون على دار النسوان. نعم. اللي بيها النسوان. أيوة دمروها؟ ما هاون من دار حجر بطون كبير. نعم. توسع 300 مرة. المهم اضرب اضرب ما فاتم اليهود. ما قدر ما فاتم. نعم. في مختار لنا هذه بلبورية اللي قلت لك عنه ذياب الإبراهيم. يحكي عبري. أيوة. يحكي عبري هو. يقول له يحكي معاه يقول له كيف نصر الدين؟ يحكي مع مين؟ يحكي مع اليهود. هو صار مسيري ماخذينه يسرى. صار عندهم يسرى ذاك بالقرية. اليهود أخذوا أسرى؟ أخذ هم يسرى. القرية كلها يسرى عندهم. يعني احتلوا القرية؟ احتلوا هذه القرية. هو يسحلهم. أي قرية؟ قرية يسحلهم بالعبري يقول لهم كيف نصر الدين؟ هو اللي هو المختار. المختار ليه كلمة يحكي يعني. كان عندهم موجود؟ برية. برية كان مأسور. هناك هم المختار ما يحكوه، ترى المختار ما يدوها. ايوه. يعني المختار لنا. فهو يسألهم. المختار يترموه. يقول لهم كيف نصر الدين؟ قال والله يا حبيبي نصر الدين ضرب ما احنا قاحمينه هسه للان بعدنا ما فتنا. يقول لهم بالعبري. يقول له والله ضربهم كثير. عقب ما رجع يعني حوالي الساعه يعني حوالي الساعه 4 5 قال له بطيء الضرب يعني خسر في شك عندهم. عند نصر الدين. قال له يعني بعد شويه نحتله. ايوه. يقول له كيف؟ رجع الساعه 6 قال لهم كيف نصر الدين؟ هذا المختار. قالوا قتلنا 12 واحد من ناصر الدين واستيسرناهم كلهم. واسرناهم الموجودين كله. الموجودين. النسوان كلها استيسرناها وقتلنا 12 واحد. مين هم اللي انقتلوا بتتذكر اسمائهم؟ انقتلهم برهمه. احمد البرهومي. باير البرهومي. هذول كانوا يدافعوا؟ كانوا مع المظلين. ومنصور البرهومي. نعم. وانقتل واحد من جماعتنا مش قتل الصوابات. مين هم اللي صوابوا؟ واحد اسمه عوض. عوض دلكي. واحد ابو عبد الله خليل عبد الله قتل هذا.
نعم. قتل قتل. طيب لما دخلوا اليهود باقي المقاتلين انسحبوا ولا تم أسرهم؟ ظل أخوي أحمد ظل موجود. قال الفشك اللي معاك ما اللي ما معاه يعني ظل مشتين ثلاثة بدل ما تطخون كذب. نعم. انطوني يعني الفشك خلنا قاتل خلت تمسح بالنسوان. أيوة. مشان تمسح بالنسوان. وين ينسحبوا؟ يعني طخ. ينسحبوا تلالوبية يعني؟ لا ينسحبوا تل طبرية. للبحر. آه. مغرب. مشرب. في حرش هناك. آه. حرش غابات. يعني تقطع أشعة الشمس الله. أيوة شو سوى هو منطقة قرز عالي أخوك نعم ومسيطر فيها يطخ طلقة طلقة وبطل يطخ مشان يأمن اليهود. اليهود صار مدحل مدحل صار عالية وأرض مخطفضة من الجهة الغربية من الجهة الغربية يدحل ودحل. نعم. هو شو في لهم حماية اليهود لهم حماية علي رشاش مدرعة 500 مش عارف شو هو. ايوه هذا اليهود يرفع راسه وينزل راسه اخوي سيد طرقوا انا طلق قتله. نعم. رجع مع اليهود عليه اللي كان يدحلهم. ايوه رجعوا عليه يسعفوه لليهود لليهودي اليهود وتوقفت طخ النار خلاص. أيوة. ما في طخ نار. نعم. انسحبت النسوان اليهود ينسحب ينسحب قال لهم انسحبوا ماني قتلت هذا اللي هو اللي رشح القريه. نعم. قتل يعني وقف خرب مصيرهم. نعم. وين انسحبوا النساء؟ انسحبوا للشرق. للشرق. وباقي المقاتلين؟ باقي المقتلين ظلم بالجبال، ما هو بورتو بيدو. شدوا. اليهود ما يقدروا يطلعوا على الجبل، ودم خشم بطل عليهم طخ، نزل منزول. يوم تنزل منزول اليهود وين جم؟ على 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 غرفة. غرفة بيها ستة. ستة ايش؟ ست سلام مع النسوان. مقاتلين؟ مع المقتلين. مقاتلين هم، فاتهم مع النسوان. أيوة. قتلهم الستة طلعوا من النسوان ما قتلهم ولا مرة. قتلوا رجال. قتلهم رجال. كم رجل كان فيه؟ قتلهم ستة. تتذكر أسمائهم هذول اللي قتلوا؟ ما أقول لك أحمد البريم. هم نفسهم اللي ذكرتهم. هذا هم أحمد البريم. هل حرقوا ناس عندكم في ناصر الدين؟ حرقوا حرقوا البلد كله. مجايك بالسهل عليك. أيوة كمل. راهم على الدار اللي بها النسوان بها 300 مرة. هم الله يرحمها طلعت العلم الأبيض من الشباك. مشان يبطل ما الهاون يضرب عليهم. نعم. وقفوا الضرب. طب باللحظه هاي لما دخلوا اليهود على القريه وين كانوا المقاتلين صاروا؟ المقاتلين ما معهم في شك. ضلوا بالجبال ولا سحبوا؟ ضلوا بالجبال شيء لازم مغرب على حطين وعلى مبرين فل. فلت. اخوك وين راح في اللحظه هاي احمد؟ احمد نزل مع وادي يقول وادي ابو عمشه. باتجاه طبريه؟ لا من جهه طبريه. نعم. طيب ضلوا النساء والاطفال. ما ضلوا في شك معهم فلوا. طيب. تفضل كمل. ظلت النسوان اول ما انت وين كنت موجود في هاي اللحظه؟ عند امك؟ عند ام انا كنا هناك بالقريه. نعم. ايوه شو سوى لك اليهود؟ اول ما فوتهم اليهود تحشي عربي. اليهود فوتهم الفلسطينيه اليهود الفلسطينيه. اول ما فاتهم اليهود يحشم عربي. نعم. قال يقول لامي يقول لها من انزغرت انت؟ قال يا سيدي انزغرت لشياتكم. قال لا اخي اديني ما انزغرتهم لنا. زغرتوا لشياتكم خلص في خلص فشك شياتكم. ايوه هذا اليهود اللي يقول. ايوه خلص فشككم. خلص فشك فشك شياتكم. يعني هذا بلغام يشتيج صعب شويه بالعربي. نعم. قال لهم احنا يوجب علينا نمشي بالاول قبل الهقنا لانه الهقنا يقتل حمار يقتل جمل يقتل بقر يقتل ما يخلي شيء. اطلع نزما. كتلهم الزلم وكتلهم يجي اربع نسوان. في هاي اللحظه؟ بهذا اللحظه. بين نسوان كتلهم بالخطا يعني. ايوه مع الزلم قتلهم 12 من النسوان والزلم. ايوه النسوان عتقوهم منهم اليهود الفلسطينيه اللي هم من الاصل يعني اللي القديمين القديمين. نعم. قالوا احنا يوجب علينا فلسطينيه ونفهم عربي وانت جيراننا ولازم نهزمن. هسه بيجي ما يفهم عربي يذبح حمار يذبح بقر. ايوه الهقنه الهقنه. طيب النساء خرجوا امك لوين خرجت باتجاه خرجت على المركز البوليس لوين لطبرية؟ على طبرية. وانت وين؟ امنونا بسيارات نقل وين ودونا على لوبيا. مين اللي امنكم بسيارات نقل؟ الانجليز. الانجليز؟ طلعت مع امك على طبرية؟ طلعنا على طبرية. وانت واخوانك وعائلتك كلياتنا طلعنا على لوبيا. ما ضلش حدا في كانت لوبيا تقدم لنا الجنن هذه تقدم لنا صدور الاكل واحنا حاجين وقدمونا الاكل والمي والشرب يعني استقبلونا. في لوبيا؟ لوبيا. لوبيا ما كانت ساقطة؟ لا ما هي ساقطة لوبيا بعدها. كان فيها مقاتلين هي عاصمة الجليد. ايوه لوبيا.
طيب واخوك احمد برضه راح على لوبيا ولا وين؟ كل المرضين راحت على لوبيا، كلها على لوبيا، تجمعتوا في لوبيا؟ كلها بلوبيا، ظلينا بلوبيا. طيب شو التمرين وبحطين. طيب في لوبيا الان نتكلم عن لوبيا، شو الفتره الزمنيه اللي مكثتوها في لوبيا انتم الان؟ قعدنا شهرين، شهر هيك يعني في لوبيا. وما كنت ترجعوا على مرج كليب؟ لا ما كنت تقدر تصلوا؟ ما نقدرنا نرجع. طيب بيوت الشعر كانت موجوده معكم؟ لا ما عندها، كله راح حرك ما خلوش ابد فلوسنا. طب انت لما طلعت من ناصر الدين شو كنت بتلبس وقتها؟ شو كان لباسك؟ بنطلون. والله دماي ولا كوبازو؟ لا والله بنطلون. بنطلون. طب امك اخذت معها شيء من ناصر الدين لما خرجت؟ معها مصاري بضاعه عامله كمر. ايوه هاي مصاري ايام قبل ايام من قرون. طب ما اخذتش ادوات معها ولا شيء؟ مصاري معها حطيتها بالعصبه هان. طب بيت الشعر ضبطوه؟ لا انحرق، بحرقوه. حرقوه بيت الشعر؟ ناصر الدين كله تحرق، البقر الحمير كله قتلوه. ما خلوا شيء يوم تفتت الهجنة. ما خلوا ولا حمار ولا بقر، يمشي دابة تمشي على الأرض، كله قتلوا. كله قتلوا. وانتوا طلعتوا معكوش ولا شيء على ولا بروسنا هيك ماشي أبدا. طيب حضرت الآن الهجوم اللي صار على لوبيا وانت كنت في لوبيا لما صار عليك هجوم؟ حضرنا. هاي معركة خلص نصر الدين سكتة الطبرية 14-4 سقطة نصر، كل نصر الدين الطبرية 14-4 سكتة. بس قالت المنظمين في قسم من العائلات محصرين ليش؟ طبرية. في طبرية. هم قادرين يطلعوا. قال المنظمين ان نجي على طريق الأغوير، على طريق المجدل مع الشط نطلع النساء المحاصرة. نعم. طبرية. طلعوهم مع الشط على المجدل. أو هذا على شو اسمه؟ على المجدل. على المجدل وعلى الأغوير هم طالعين، أو هذا الحمام. على حطين طلعوا. نعم. طيب انت مكثت في لوبيا حوالي شهر. تتذكر الهجوم اللي صار على لوبيا؟ اتذكر. وين كنت موجودين؟ كان معكم؟ وين كنتوا ساكنين؟ وين كنتوا تعيشوا؟ كنا مرج الذهب. في مرج الذهب؟ مرج الذهب بين حطين وبين نمرين وبين لوبيا، هذا مرج كبير يقول له مرج الذهب. طب وين كنتوا تناموا؟ على ايش؟ نايمين ليش بالجو؟ ولا في مغاره ولا مغاره ولا شيء. الدنيا صيف، الدنيا صيف. يعني شهر 4 الحجي. كل اهل ناصر الدين كانوا في هاي المنطقه؟ والله كلها بيشم حاططها بالجو، بس يجيبون ناكل اللوابنا والقرى، يجيبون ناكل. وتناموا بدون غطا؟ والله من دون شيء، فرقوا علينا، انطونا هذول بطانيات، انطونا اللوابنا. اللوابنا اعطوكم؟ جابونا. ايوه جابونا جليل، والله ما خلوا علينا، جابونا. طب كان في بينكم مقاتلين انتوا اللي كنتوا تناموا هيك بالعراء؟ الناظرين كلها راحت على لوبيا. كلها على لوبيا؟ لوبيا بلوبيا. طيب. بس احنا العائلات لحال. طيب شو اللي صار معكم بعد شهر؟ بعد الشهر يا سيدي سكت الطبريه. سكت الطبريه. جت اللوابنا منين؟ من عين الشتب. لليوبيا عملوها كلها خنادق. احجار. حفروا خنادق. سكروا الطريق. احجار بطريق اسفلت. المناظرين. مشان ايش؟ ما تيجي الدبابات اليهود تفوت بالطريق. نعم. ما تلاقي طريق يعني يمرق. نعم. بعد الشهر يا سيدي والمرضين اللوابنا وين؟ على مع السناسل. حرسات. نعم. كان من اللوابنا قوة حدود. كان بالجيش قوة الحدود. وكان في شرطة، وكانت انه كله نزموا بسلاحهم. كانوا مدربين يعني؟ كانوا مدربين، نزموا بسلاح. نعم. اللوابنا كلهم مدربين ونزموا بسلاحهم. نعم. هانا يا سيدي عملنا السناسل هذه. اليهود الساعة 3 الصبح. قايمين السناسل من عين الشتب من وادي الشومر للوبيا، كلها قايمين الحجار على الخنادق على البنكيت وفتحين الطريق اليهود. فايتين مين؟ فايتين من مغرب، من مغرب جايين فرقه فايته. من مغرب، من غرب لوبيا، من غرب لوبيا من تلا. فايتين على دار يوسف الموسى. قتلوهم كلهم 12 وجايبين سلاح وحاطينه وقطع مدافع كلها بكراتينها يعني قوة كبيرة، حطوها هناك مشان ودمشق احتلم المدينة. اليهود. نعم. فتولك شايف. نعم. وجولك منين؟ عند بابور ابو دهيس تبع الطحين. على طريق طبرية حيفا. لوبيا يمرق طريق فلسطين من نصها. الطريق اللي يروح على حيفا يمرق. نعم. على لوبيا. نعم. اليهود الصبح بلشوا لك تنوير. يرمي تنوير. نجدات يعني طوق شو اسمه لوبيا. نعم. طوقوها لوبيا. لوبيا ركب واحد خيال، ركبوا مع الخيل على القرى الجليل كله.
مثل ما تقول الوسطية هذه قديش ربط لها قرى. فاتم اليهود على 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 احتلوها يعني. فاتم نص الشوارع جوا بالدبابات. والله جمد جت قوة من وراء من الجليل طوقت الود من وراء. منين هاجت من قرى ثانية؟ جاء من قرى ثانية من من شو اسمها من من سخنين من صفورية من الغزير من رمانة من دير حنة فزعلون الليبون فزعلون من البعينة من ترعان من كفر جنة من الرينة من كفر مصر كلها طوقتها من وراء طوقوا من الصبيح طوقوا من اليهود من وراء كلياتها. شايف كيف؟ هان اليهود سقطن تكتلن قداش انكتم اليهود؟ كلهم حبال بجريهم كل واحد حبل 100 متر يجي 50 متر بجر الحبل فتخة مشان يجروهم اليهود ما جروهم انكتلن 300 واحد صرم اللوابنا يقطع مذرع اليهود من هان ويقطع فخته والقورة تجره بالشارع. ايوه هذا يعني هيك هيك يعني انتوا موجودين انتوا كنتوا موجودين في منطقة المنطقة المحصورة بين حطين ونمرين ولوبين ما زلتوا موجودين انتوا موجودين ما تعرضتوا لأي شيء انتوا في هاي اللحظة؟ لا ما تعرضنا احنا نعم ما تعرضنا. هنا يا سيدي اليهود انكسروا ظل مالهم حصرين ثلاث ايام انكسرت اليهود كلها وخذينا الدبابات وخذينا المدافع الموجودة كلها كلها خذتها لوبيا ظل هذا اللي هم حوالي 20 واحد يهودي يهود وين محصرين بالغرفة هذه اللي بها اللي بها شو اسمه الذخيرة بنفس لوبيا كانت بنفس لوبيا من المغرب نعم. شو قالوا مودم يذبحوهم قالوا ابنا يضربوهم هاون يدمروهم جاء مراقب اليدنا قال لهم شو رايكم افتحوا لهم طريق قطوهم هالقد هيك خليهم يطلعهم وخلاص. ايوه جمع المراقب اليدنا قال نفتح لهم طريق خليهم يطلعهم وطلعهم وظلت الذخيرة مثل ما هي. صاروا ملوابه يركبوا ملاون يحطوا مدافع يركبوها ويضربوا على الكبنيات. ايوه والله العظيم يعني لوبيا قاتلت قاتلت هسه هم اليهود لانه انقتل بها زعيم يهودي لوبيا اسمه حديق اسمه ليبي ليبي هذا اللي هو كان قايد معهم ليبي هسه مسمينها حديقة ليبي. ايوه لوبيا ايوه اسم اليهودي هذا اللي انقتل بها نعم كان قايد بها بالمعركة نعم 300 واحد انقتل منهم صبروهم كوم حطوهم بين الصبر وحرقوهم. ايوه اليهود لانه حلف يمين اليهود قال لا لا نخليش حديقة نخليك حديقة حديقة نعم لأنه قاتلت لوبيا. نرجع لكم انتم الان موجودين في هاي المنطقة اللي انتم قاعدين في العراء تفرش التراب وتتغطوا في السماء والله يشعب الجو. طيب بعد شهر شو قرر شو قال بعد شهر قال يعني الاكثر الناضل شو يقولهم يقولهم هاي يعني احنا قاتل دولة حكومة جات تحاربنا مدافع تضربنا طيب احنا مالنا اللي قلتهم فيش ما معنا نشتري نعم. انسحبنا وين احنا يا اطفال ونسوان هذه واللي مع برد زت تباحها بليرة بلاحب مش عارف قديش قررتوا الخروج قررنا الخروج ما معنا يعني لوبيا قررت تخرج لوبيا لوبيا ظلت لوبيا ظلت يا سيدي. شو عمل من اليهود؟ عمل رحم وين من لجل ضربة ديش ما قحموها رحم على الناصرة الناصرة بها مسيحية المسيحية رفع العلم لليهود وخضع الناس كلها سقطت الناصرة سقطت الناصرة يبقى سقطت الناصرة قلت لك العاصمة الناصرة غير بلوبيا سقطت احنا نزمة اللوبنا عدين لحالة من القرية. وانتوا يوم ما هجت لوبيا هجيتوا؟ هجينا معها خلينا. وين كان اتجاهكم بهاي اللحظة؟ احنا هجيتنا جينا على السرير وعلى عوله وعلى معضر. وعلى كفر سبت. ايوه. واحنا نفذين. طلعتوا على كفر سبت وكفر كما وحدثي وعوله وسرين. ايوه. الاتجاه بالجنوب رحت. ايوه. للجنوب. عواد البيرة. عوادي هذا مركته تلا كوكب الهواء. تلا كوكب الهواء. واحنا نفذين مع على الطاقة عند البشاتوه. ايوه. جينا وين؟ على المركز تبع البريص. بعد مو ساقط. خربت الطاقة. طيب انتوا كيف طلعتوا من هاي المنطقة؟ مشي على اقدام؟ اقدامنا والله. انتوا وابنك واخوانك كلياتكم؟ كله ماشي على اقدام، وشني؟ طريق ساحب من لوبيا للنهر كله ماشي. خلق. ايوه. خلق. يعني اولكم في 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 لوبيا واخركم على بالغور. بالغور والله. واخوك احمد واخوانك واخواتك كلهم معكم ماشيين. والله ما ندربهم. والله الناظرين ما ندربهم احنا. انت ماشي مع عمك كنت؟ انا ماشي مع عمي، والله ما ادري بحدا. متى طلعتوا؟ شو كان الوقت لما طلعتوا من هاي المنطقة؟ طلعنا احنا يا سيدي يعني قول يعني 25/4
25/4 يعني هيك شيء. شو الوقت ليلا لما طلعت ولا بالنهار؟ لا والله طلعنا بالنهار الصبح. الصبح الصبح مع الفجر. ومشيتوا؟ مشينا مشي. طب كيف كانت رحلتكم؟ العذاب بالطعام الشراب؟ مرقنا على 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 الكفر السابت، شربنا مية. كان فيها ناس كفر فيها بعد ما يطالع. بعد ما يطالع. بعد ما يطالع. مرقنا وين؟ على 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 الحدثة. على حدثي. مرقنا على عون. الحدثي كانت سلطة ولا بعدها؟ بعدها. عقبينا بأسبوع كله طلعت هذه. مرقنا على الحدثة شربنا مية. ونفذنا على علم شربنا مية وتريحنا شوية. ونفذنا على سرين. سرين كانت سلطة؟ بعدها. 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 بعدها بأسبوع طلع. ومشيتوا على وادي البيري. مشينا على وادي البيري نزلنا. مشينا على نص المرج مرج سرين. ونزلنا وين على الطاقة. طب كوكب كانت ساقطة في هاي اللحظة ولا لا؟ لا بعدها مي ساقطة. مش ساقطة؟ لا كوكب بعدها. كل هذا المسير في يوم واحد بالنهار قطعتوه؟ لا احنا نمتوا على الطريق شيء؟ لا والله ما نمنا، مش من الصبح لهناك ما نمنا. لا وصلت الغور؟ وصلنا يعني المغرب، وصلنا جسر المجامع مركز البوليس. كان معاكم طعام شيء ولا اي شيء؟ ولا معنا شيء ولا اكل. يوم وصلنا مركز البوليس. البوليس هذا لمين هذا كان؟ البوليس البريطاني هذا وين؟ على جسر المجامع. نعم. جسر المجامع جمرك. بين الجمرك الأردن وبين فلسطين. نعم. طيب هل واجهتوا لقيتوا جيوش عربية؟ هل واجهتكم جيوش عربية في هاي المنطقة؟ لقينا يوم قطعنا لقينا جيش أردني على الجسر. على الجسر. طب جسر. داخل فلسطين ما واجهتوا جيش عراقي أو أي جيوش عربية؟ لا 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 ما في. ما شفتوا أي لا شيء؟ لا لا. طب ما تعرضتوا لبعض الهجمات اللي الصهاينة مثلا على الطريق يعملون؟ الطريق مو كل حي عرب اللي مرقنا معاه. كل حي عربي. حي عرب. طيب إذا بس مرقنا واحنا على كوبانية اسمها كوبانية قشر. وين هاي موجودة؟ هاي موجودة عن جسر المجامع. أيوه. كوبانية الجسر. نعم. مرقنا من عندها احنا. كان فيها يهود؟ بها يهود واقفة عند ملجة ومسلطة الرشش علينا. ما طخ عليهم؟ ما طخت علينا لا. ما طيب. دخلتوا الأراضي؟ دخلنا على على كان في مطعم جوة بالأردن جوة بالجمرك. بالجمرك قدمونا الأكل قدمونا الشرب يعني كلينا يعني استقبلونا. نعم. والله. وشو أول قرية أردنية مكثتوا فيها أنتوا هناك؟ المنشية ولا؟ إحنا أول ما فتنا أول ما دخلنا على جسر المجامع. نعم. جسر المجامع في جمرك. نعم. جمرك فلسطين. جمرك الأردن. إحنا يوم قطعنا وين على جمرك الأردني. جمرك الأردني قدم لنا الأكل والمخفر كان بمخفر هناك. نعم. قدم لنا الأكل وقدم لنا الشرب وكلينا وشربنا. وسحبنا وين من جمرك عشونا. 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 وبالشون هناك وين استقريتوا؟ استقرينا وين عند محطة اسمها الزراعة. الأردنية الزراعة. الزراعة الزراعة محطة الزراعة هناك في أرض صليخ. وصبرنا بها كل جماعة نصر الدين شمالي أشمال من كل القرى كل جميع القرى كلها طبت هناك في هذاك المكان. بالمنطقة اللي هناك. طب كان حدا استقبلكم هناك هيئات دولية مثلا وكالة غوط صليب أحمر؟ والله استقبلنا عقب أسبوعين ثلاثة جابونا كل واحد سطل طحين. مين هم اللي جابوا لكم إياه؟ ما نعرف نينجا. جابونا كل واحد سطل طحين قال من الأمم المتحدة. نعم. سطل طحين متذكر لليوم. نعم. سطل طحين. بس احنا امي معاها مثل ما قلت لك معاها مصاري. جابت مصاري ويعني واشترت لنا اكل وكلينا واللي معاه ما معاه ياكل تنطي خبز ياكل. تشتري تطعم. نعم. للي ما معاه ياكل. طيب هناك شو اللي صار معكم؟ قديش فترة زمنية ما كنتوها في هذا المكان؟ احنا؟ قعدنا يجي 3-4-5 أشهر في هذا المكان بالمنطقة هذه. حدا جاب لكم خيام مثلا أو أي شيء؟ بأول شيء جابوا لنا خيام ما حضر يسكن بها. مين اللي جابوا لنا خيام؟ ما نعرف مين جابوا لنا خيام يعني. جابوا لنا خيام يقول من المتحدة ما نعرف مين جابوا لنا خيام يقول من فوقنا 2000 خيمة. نعم. بنوهن وما حضر يسكن بها. هذا عند منطقة الزراعة؟ أيوة منطقة هناك ما مديرية يعني الزراعة صريخ. ما بشي أرض يجي 300 درهم في الشونة هذا؟ ما في الشونة. نعم. بينما الخيام وربطهم الحبال الخيام ببعضها. الحبال تربط بالخيمة هذه والخيمة هذه تربط بالخيمة هذه صروب. أيوة. صروب. أيوة أيوة. ما أرضى يسكن بيه سكنوا بيه ما أرضى يسكن. نعم. طيب أنتوا في هذا المكان تتذكر متى عملوا لكم إحصاء وكالة الغوث؟ أتذكر.
متى سجلوكو هناك في هاي المنطقة في الشيوني؟ ثاني سنة. ثاني سنة. قالوا مدنا كل واحد يجيب مختار. مختار لجين. مشان يحس قدية كل واحد جماعته. نعم. وشو راح لك وشو انحرق لك وشو انحط لك وشو مش عارف إيش ومش عارف. عملوا عمليات إحصاء. قال إحصاء قال كذا كله. طب وانتوا في الشيوني عمي ابو شاهر هل بتتذكر حدا من اهل البلد من ناصر الدين او من مرج كليب تسلل وراح للبلد راح جاب اشي اغراض او كذا هل كانوا يعملوا عمليات تسلل ويروحوا يجيبوا اشياء او هاي يروحوا يصدوا قمح هذا انا ما اسمع عن سرين وعولم ومنظر هذا كانوا يجيبوا قمح يروحوا يصدوا قمح ويجيبوه نعم طب عندكم من البلد من اهل البلد من مرج كليب بعيده ما بعيد علينا ما نقدر نوصلها ما حداش وصلها لا ما وصلناها نعم أما القرى المحيطة على قراكم نعم كانوا يجيبهم يحزم قمح وشعير وهذا اللي ظل عندهم نعم. يجيبهم منه طب امك اخذت خيمي لما جابوا لها خيم لا والله ما اخذينا ضليتوا عايشين امي معها مصاريفنا شو معها طب وين كنتوا تناموا اذا ما كانش عندكم خيم اشترينا اشتريتوا ايش اشترينا هذا بيت شولات 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 عملنا بيت وقعدتوا فيها قعدنا فيه قعدتوا اربع شهور قعدنا أربع شهور وبعد الأربع شهور وين طلقتوا؟ والله بالبيت تشتد الدنيا علينا وإحنا طب بعد ما بعد الأربع شهور بعد الشهور رحنا نزلنا تحا على عدنا هناك اشترينا أرض وين في المنشية؟ من الخرع أم الخرع أم الخرع اشترينا ديلم أرض بنينا من مين اشتريتوه من أردني؟ من أنا اشترينا ديلم بنت أمك هناك؟ بنينا ومرت أبوك وين كانت بنفس الوقت؟ معاكو راحت؟ معانا انتو؟ اشترينا وسكنتوا في هاي؟ سكننا لا شو اسمها أم الخروة؟ قرية أم الخروة أم الخروة شو الفترة الزمنية اللي مكتوها في أم الخروة هاي؟ قعدنا حوالي 20 سنة بها 20 سنة؟ يعني هيك شيء 15 20 هيك شيء يعني وكنتوا عايشين في هذا المكان؟ كنا عايشين في هذا المكان مش مخيم هذا المكان؟ لا مو مخيم لا طب أنتوا عشتوا في مخيمات عمي؟ لا ما عشنا مخيمات ما عشتوش في مخيمات من مرة؟ معانا مصاري احنا جينا طيب متى غادرتوا المنطقة هاي أنتوا؟ متى غادرتوا المنطقة؟ وين؟ هاي منطقة الغور، متى طلعتوا من الغور اجيتوا على أربد؟ في السبعين؟ احنا كنا بأم الخروع أول. أم الخروع قطعوا معي اليهود. وضربوا كتلة بيجي 10 أنفار. قطعوا عليكم يهود وأنتوا جوا بأم الخروع؟ أم الخروع. هذا بأنو سنة؟ بال 65. في ال 65؟ فاتوا معي اليهود كتلة بيجي 5 6 من 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 القرية. من الدلايكة نفسهم؟ لا والله مو من الدلايكة. تتذكر اسمائهم اللي انقتلوا؟ انقتل واحد كله من بيت واحد من بيت واحد؟ من دار ابو فايق انقتلوا من انو بلد هذولا؟ والله انا عارف فلسطين بتعرفش من انو بلد؟ والله ما اعرف من اي بلد انقتلوا سته جم وقتلوا حوالي 10 15 راس بقر ونصفهم دور دخلوا على وقطعوا النهر وخربوا في الاردن يعني خربوا من الاردن مين هم اللي انقتلوا؟ بتتذكر اسمائهم؟ انقتلوا اولاد ابو فايق فايق واولاده كلهم ابو فايق نفسه قتل لا لا ابوه ما قتل بس صوب دراعه طب شو سبب شو ليش دخلوا يعني؟ ما نعرف قتلوا فاتوا علينا يعني نتخيل انه رحلنا من هناك عشونا هزمنا طب شو ردة الفعل كانت يعني لما تم قتل هذول الاشخاص اللي كانوا عايشين انتوا يعني كنتوا شرق النهر عايشين هذول العائله دار ابو فايق كانوا شرق النهر احنا؟ دار ابو فايق هذول اللي انقتلوا اولاد ابو فايق اللي انت ذكرته ام الخروع ام الخروع شرق النهر كان شرق النهر واليهود قطعوا النهر وفاتوا قتلوهم فاتهم قتلوهم ورجعوا قتلهم وما حدا تصدى لهم اي شيء متسللين متسللين بعد ذلك انتوا خفتوا ورجعتوا على الشونه رحنا على الشونه سكنتوا في خيمه ولا اشتريتوا في الشونه؟ لا اشترينا في الشونه وبنينا وبنيتوا كملتوا حياتكم في الشونه لانه سنه؟ لا 68 ل 68 صاروا يضربونا من المدفعية اليهود وحرب الكرامة نعم صار ونزحنا وين على القميم على القميم وردينا رجعنا عشوني رجعنا طب أطفالكم وين كانوا يدرسوا أنتم هل كنتوا تدرسوا يعني يدرسوا بشونة كان يدرسوا. كان في مدارس وكالي في الشونة في مدارس وكالي وعيادات صحية وكل شيء في كل شيء والله كل موفر والله نعم والله طب لأنو سنة ظليت في الشونة عمي أنت أنا ظليتني 82 82 وانت في الشونة اشتريت بربد وبنيت هذا المكان طيب الان انت ما عشتش في حياة المخيم عمي لا ما عشت ما عشت حياة المخيم لا ولا ما عشت طيب سؤالي لك الان انت هل زرت بلدك بعد النكبة
بعد النكبة زرت بلدك؟ لا ما زرت. يعني ما رجعت على فلسطين ولا مرة في حياتك؟ ما رجعت. لا. طب من أقاربك حدا زار البلد اللي أنتوا تركتوها، ناصر الدين ومرجي كليب؟ بناس زاروها، أنا ما زرتها. حدثوك عن هالمنطقة؟ يقول لي بعدها مثل ما هي، ما هي مبنية ولا مبني باجي. نعم. أبدا. يعني مين مبيوعة، مين ما حد باني بيها. وناصر الدين شو؟ وناصر الدين بعدها ما هي مثل ما هي. يعني بيوتها خرب كلياتها. كلها بعدها مثل ما هي. مهدمة ولا مثل ما هي؟ حاطين بيها مزارع بقر. يقولوا مش حاطين بيها مزارع غنم وبقر مش عارف ايش. نعم. هم هناك ناس. اليهود. اه. طيب انت تم تسجيلك في 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 سجلات هيئة الأمم المتحدة وكالة الغوث. تم تسجيلكم في وكالة الغوث وعملوا لكم بطاقة إعاشة. يعني بعد يعني بال 49 يجوز. عملوا لكم بطاقة الإعاشة. يعني قبل ال 49 بال 50 هيك شيء. نعم. اه. طيب الآن سؤالي لك عمي أبو شاهر، إلكوا ديوان أنتوا الدلايكة في الأردن هنا؟ هل إلكوا ديوان أو مضافات للدلايكة؟ مضافة يعني؟ آه مضافة. آه مضافة ديو على طريق شو اسمه؟ على طريق فوارة. على طريق فوارة. آه. في إلكوا ديوان؟ آه في. شو بيقدم هذا الديوان إلكوا؟ شو بيقدم؟ شو بيقدم خدمات لأهل البلد؟ ولا واحد ميت يروح عليه هناك عزاء أو فرح عزاء وادية. ولا الجهات ولا شغلات ولا شيء. هاي مشان واحد مثلا ما معه يجيب كراسي ويجيب بيت ويجيب ويحط. مضافة. نعم. يعني مد كلفنا 5000 6000 بدل ما هو بالسنة يصير عرس يصير ميت يجمع عليها هذه. نعم. بس طيب الآن يعني احنا تقريبا وصلنا لنهاية اللقاء عم أبو شاهر، لكن راح أقرأ عليك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. هذا القرار صدر في شهر 12 عام 48، قرار هيئة الأمم المتحدة رقم 194، والذي أقر حقك بالعودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك والتعويض عن المعاناة التي لحقت بك نتيجة النكبة وفي الشتات. سؤالي لك أبو شاهر، ما هو موقفك أنت كلاجئ عشت في الشتات، عشت في العذاب، عشت بعيد عن أرضك وبلدك ووطنك، ما هو موقفك فيما لو توفرت لك فرصة العودة إلى بلدك؟ هل تعود إلى بلدك؟ أتمنى أشوف وادي بس، وأتمنى أرضنا أشوفها، أتمنى سهلاتنا وأعراضنا أشوفها، وبيدرنا ومهاجينا اللي يمشي فيها كنا. عمي أبو شاهر، يعني إذا أنت لن تتخلى عن فلسطين، لن تتخلى عن حق العودة. لا. في إشي بالدنيا بعوضك عن بلدك وأرضك ووطنك؟ كان الله. الله يعوضنا. فقط. آه. طب في إشي في الدنيا هون ممكن يعوضك في 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 أي مكان في العالم؟ هل تقبل بديل عن وطنك؟ والله إحنا عايشين هنا أحسن عيشة، يعني متمتعين بالعيشة. نعم. ولا في خاص علينا شيء. يعني عايشين بلد أحسن من بلد. يعني مكيفين. لا انا قصدك يعني في شيء بعوضك عن بلدك تقدر تبدل شيء بشيء؟ هل يعني لو واحد قال لك تاخذ فلوس او هاي بيت او هاي ارض بدل ارضك هل بتقبل؟ والله هذا احنا نستنظر احنا من الاسلام. يعني انت قصدي عمي ابو شاهر، قصدي انت ما بتبدل بلدك باي شيء في الدنيا؟ لا مو سامح. يعني هي يعني ارض فلسطين. نعم. ان اليهود يعني ودهم ياخذوها ودوها اوروبا مثل ما خذناها، مثل ما خذوها عامرة أنا أخذها عامرة. نعم. فلسطين مش بدهم يحطوها في جابهم ياخذوها عربة. نعم. ها؟ مزبوط. فلسطين لها جذور وكل ما خرقها وعملها مخروق وعملها شوارع وعملها مهما عملها فلسطين يعني أرض وبنهم عمار ماشي فيها الغيم. ها؟ كله يبقى وراهم. نعم. اليهود. نعم. كله يبقى وراهم. أنا رايح بيجي جيلي غير. نعم. يدافع عنها. طيب بعد هالتشرد ومعاناة السنين الطويلة عمي أبو شاهر، كيف تشعر بمسؤولية المجتمع الدولي حيال النكبة التي عاش شعب فلسطين؟ يعني أنت كلاجئ عشت في الشتات هون في العذاب، هل تشعر أن المجتمع الدولي العالم دول العالم قدمت شيء لقضية فلسطين؟ والله ما قدمت غير لليهود. ما قدموا غير لليهود بس احنا. نعم. لا ما قدموا ولا شيء. الطحنات كانوا ينطون إياها نقطعون. نعم. ما يحكمون غير الحكمة بس،
ولا يشي مساعدة منهم. نعم. أبدا. ما يحكمونا غير بس أنتم نحب تحبوه. ولا في شيء إنا. يعني أسعني يعني جنسية أردنية الحمد لله بس. نعم. يعني حسبونا يعني ما إحنا لجي. نعم. يقول لك أنت مشي حالك، أنت مشي حالك. ليش طيب؟ نعم. طب يعني قبل ما أنهي اللقاء عمي أبو شاهر، سؤالي إليك الآن، أنت كلاجئ حاب توصل رسالة أو أي شيء لأجيالنا القادمة لأبنائنا باتجاه قضية فلسطين؟ والله أنا فلسطين أنا ما حكيتك عليها. فلسطين شفت كيف أوصف صح أنا إنه كل مواطن عربي أوجه الأرض إنه ما يبيع دلم أرض لليهود. نعم. بس لأن اليهود يوم أن سلطة الطبرية اشترى مدلم مثل ما تقول على طريق البارحة، اشترى مدلم وين على طريق حنينة، اشترى مدلم وين على طريق بشرة، اشترى مدلم مثل ما تقول على مضايق المدينة. نعم. ها احنا ما ندري جمع اليهود شو سوهم، حطهم بيها قناة. ايوه حطهم بيها قناة. هنا يوم بدنا نطلع ما نقدرنا يوم بالحرب الطبرية، كل ما ملك الطبرية ضل بيها سدلياتها حوانيتها سياراتها ولا طلع مش حرم منها. نعم ظل بيها كله. طب عمي في نهاية اللقاء أنا سعيد عجاوي من فلسطين في الذاكرة، أتعبتك معي في هذا اللقاء وعطلتك عن عملك، وأنا شاكر لك على هذا اللقاء الطيب، والله يعطيك ألف عافية عمي. الله يعافيك. شكرا لك. الله يحفظك.